يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصر. صباح الخير عليك يا جمانة، صباح الخير على حضراتكم في كل مكان، وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. تابعنا مع حضراتكم منذ قليل كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للمنتدى العربي الصيني، والتي تحدث فيها عن العلاقات مع الصين وتدشين الشراكة الاستراتيجية ومرور 10 سنوات على ترفيع العلاقات المصرية الصينية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وأيضا التطور الملحوظ اللي بتشهده العلاقات المصرية الصينية. في اهتمام كبير، تغطية واسعة محلية ودولية لزيارة السيد الرئيس إلى الصين وعقد هذه القمة المصرية الصينية بقاعة الشعب الكبرى في بكين. هذه القمة مشاهدينا الكرام شهدت مباحثات معمقة بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني حول تعزيز العلاقات الثنائية، تزامنا كما ذكرنا منذ قليل الذكرى 10 لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. القمة صدر عنها بيان مشترك أشاد بالتطور الملحوظ في علاقات البلدين في كافة المجالات، واللي شهدت طفرة كبيرة في السنين الأخيرة خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، لأنه الصين بتشارك في مشروعات كتير جدا في مصر، سواء كان العاصمة الجديدة على سبيل المثال أو حتى مجالات البنية التحتية، النقل، السكك الحديدية، ده غير كمان الاستثمارات الصينية بالمنطقة الصناعية تيدا. أشار السيد الرئيس في كلماته منذ قليل إلى التكامل ما بين رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية، كما أكد على أنه لا يوجد حل لوصول لحل الأزمة الفلسطينية دون معالجة جذور هذه المشكلة، وتحدث أيضا عن تقدير الجانب العربي للموقف الصيني من قضية العدوان الإسرائيلي على غزة، وقال أنه هو موقف يعني يحترم، وأيضا هناك تقدير عربي لهذا الموقف الفلسطيني بشكل كبير. كمان امبارح الرئيس السيسي ونظيره الصيني دشنوا عام للشراكة المصرية الصينية اللي هيشهد العديد من الفعاليات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية وأيضا الثقافية والسياحية بهدف دفع وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، ده غير طبعا اللي تابعناه امبارح من خلال التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، من بينها خطة للتطوير المشترك لمبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون في مجال الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصال، بالإضافة كمان لعدد من مجالات التعاون الأخرى. في الواقع العلاقات المصرية الصينية هي علاقات تاريخية وممتدة منذ 68 سنة، لأن مصر كانت أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع بكين. العلاقات دي تطورت بشكل كبير جدا تحديدا منذ عام 2014، وبقت الصين هي أكبر شريك تجاري لمصر، وأعتقد أنه هذه الزيارة هتفتح مسارات أكتر للتعاون والتنسيق بين مصر والصين في كل المجالات، سواء كان على مستوى الملفات الإقليمية والدولية أو على المستوى التجاري والاقتصادي، زي ما تابعنا مع حضراتكم خلال حديث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، أكد على أهمية العلاقات المصرية الصينية وأيضا تعزيز التعاون جنوب جنوب، تطرق أيضا إلى قضية فلسطين والموقف الصيني تجاه القضية الفلسطينية، وأشاد بهذا الموقف الحقيقة، تطرق أيضا لقضية الأمن المائي العربي، يمكن نقاط كتير وملفات كتير تطرق إليها سيادة الرئيس، أكيد هنتابعها خلال حلقتنا النهاردة. مرة تانية بنصبح على حضراتكم، صباح الخير والسعادة عليكم، صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح مع حضراتكم على زميلتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الخير عليك يا هالة. صباح الفل يا محمد، صباح الفل يا جمانة، وصباح الفل والسعادة على كل اللي بيشوفونا. صباح الخير عليك يا هالة. صباح الفل يا جوجو. احنا النهاردة هنبدأ طبعا الأول جولة سريعة في أحوال المرور، وبعد كده نبص بص على الطقس، وخلونا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وبنبدأ جولتنا من القاهرة وتحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركة بداية من المظلات وحتى منطقة وسط البلد. الكثافات دي بتستمر متقطعة لو مشينا للطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده. ظهرت سيولة مرورية بطريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا إلى القلعة وعند نفق الملك الصالح، وتقاطعه مع طريق الكورنيش اللي انتظمت عليه حركة المركبات وصولا معادي وحلوان. الكورنيش من المظلات إلى منطقة وسط البلد بيشهد كثافات مرورية متحركة، ونفس الأمر في الاتجاه المعاكس.
مع بعض دلوقتي نروح للجيزة، في سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود شارع جامعة الدول العربية، وده طبعا بعد افتتاح التوسعة الخاصة بالشارع عقب الانتهاء من محطة مترو الأنفاق. نفس السيولة موجودة في شارع السودان وعلى كوبري 15 مايو للمتجه لميدان لبنان، وعند شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة ظهرت كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، يعني معظم شوارع الجيزة فيها سيولة مرورية ما عدا الشوارع المغلقة بسبب بعض أعمال التطوير. في محافظة الإسماعيلية هنلاقي إن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيربط بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش إطلاقاً على حركة السيارات. طريق على كورنيش بيشهد سيولة مرورية حتى مبنى المحافظة والجامعة. أما الطريق المتجه للإسماعيلية ففي سيولة مرورية خاصة الطريق الصحراوي من القاهرة، لكن طريق الإسماعيلية الزراعي القادم من الزقازيق في بعض الكثافات المرورية لكنها متحركة. في محافظة سوهاج اللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، لو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي سيولة مرورية، كمان في بعض الكثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وكمان في بعض الكثافات المرورية والغير مؤثرة اللي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، في نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وده هيزود الإحساس بالأجواء الربيعية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 31، وأعلى درجة حرارة هتكون في أبو سمبل 40 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في دمياط 26 درجة. طبعاً معنا تفاصيل أكتر عن حالة الجو بس بعد شوية. نرحب بحضراتكم مرة تانية، وتابعنا مع حضراتكم منذ قليل مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني بحضور الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب، حيث قام السيد الرئيس بإلقاء كلمة مصر في الاجتماع والتي ركزت على سبل تعزيز التعاون العربي الصيني في ظل المتغيرات الدولية، كما استعرضت أيضا الأوضاع الإقليمية الجارية وخاصة الحرب في غزة، مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وبإنفاذ المساعدات الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الحضور الكرام، بداية أتوجه بخالص التقدير لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية على الدعوة الكريمة، كما أتوجه إلى الجانب الصيني والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتقدير على ما تم بذله من جهد في الإعداد لهذا المنتدى القيم. واسمحوا لي في هذا الصدد أن أشيد على نحو خاص بالعلاقات المصرية الصينية، وأود أن أنوه في هذا الإطار إلى مرور 10 أعوام على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وما شهدته تلك السنوات من تطور ملحوظ في علاقات البلدين، لنؤكد من خلال ذلك استمرار حرصنا المتبادل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وعلى تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مع أولويات مبادرة الحزام والطريق. الحضور الكريم، تقوم العلاقات السياسية العربية الصينية على عدد من الأسس الراسخة، على رأسها الحرص المتبادل على أمن واستقرار ومصالح الشعوب ورفض الاعتداءات ورفض الاعتداء على السيادة، ولقد مثلت تلك العلاقات والتعاون العربي الصيني الوثيق لإقرار تلك المبادئ ركيزة من ركائز الاستقرار الدولي والعمل على إقرار العدالة في المنظومة الدولية. وأود أن أنوه في هذا الإطار إلى التقدير العربي الكبير للسياسات الصينية تجاه القضية الفلسطينية ودعم بكين المستمر للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولحق الفلسطينيين المشروع في إقامة دولتهم المستقلة. إنني أدعو كافة أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة
كما أطالب المجتمع الدولي بالعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة لوضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم. وأكرر التأكيد أنه لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي والدولي المنشودين إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية، وذلك بالالتزام الجاد والفوري بحل دولتين والإقرار للفلسطينيين بحقهم المشروع في الحصول على دولتهم المستقلة. الحضور الكريم، إن الانعقاد الدولي المنتظم للمنتدى العربي الصيني يحمل دلالة واضحة على الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات المؤسسية العربية الصينية، حيث يهدف المنتدى إلى تحقيق عدد من الأهداف السياسية والاقتصادية الرئيسية، منها تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة، مع العمل على تعزيز أوجه التعاون الفني المشترك في مواجهة التحديات المرتبطة بحوكمة الاقتصاد العالمي ونقل وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب مكافحة التغير المناخي وضمان الأمن المائي، وذلك ضمن قائمة مطولة من التحديات والأخطار التي تفرض ضرورة حشد قدرات التعاون بين مختلف الأصدقاء بالمجتمع الدولي. واسمحوا لي هنا بمعاودة التنويه لأهمية وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي في إطار المنتدى العربي الصيني، نظراً لما تحمله هذه المسألة من مخاطر ترقى إلى حد التهديد الوجودي. وأود الإشارة في هذا السياق إلى أننا طلبنا الحكومة الأسيوية على مدار أكثر من 10 سنوات بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن للأجيال الحاضر والمستقبل بالدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية، أخذاً بعين الاعتبار أننا لن نسمح بكل من شأنه العبث بأمن واستقرار دولنا وشعبنا. السيدات والسادة، إن العلاقات العربية الصينية المتميزة والآفاق الواسعة لتطويرها اتصالاً بالمقدرات والإمكانات المتاحة وما ألمسه من توافر الرغبة الصادقة في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها، يجعلني واثقاً تمام الثقة في أن أعمال المنتدى وما سيخلص إليه من نتائج سيحمل دفعة إيجابية ملموسة للعلاقات بمختلف أوجهها. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نروح مع حضراتكم الآن إلى العاصمة الصينية بكين مع مراسل القناة الأولى علاء رشوان. علاء، يعني بعد التحية تابعنا منذ قليل كلمة السيد الرئيس أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للمنتدى العربي الصيني، أهم ما جاء في هذه الكلمة بالإضافة أيضا إلى تفاصيل أجندة لقاءات الرئيس بالأمس واليوم. صباح الخير محمد، وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر على القناة الأولى بالتلفزيون المصري. كلمة في غاية الأهمية ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى حضوره الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، كلمة تركزت على عدة محاور تعكس أهم المبادئ والمحاور التي يعمل عليها هذا المنتدى منذ تأسيسه في عام 2004 مرورا بعشرين عاما مضت منذ تأسيسه، واستشرافا لمستقبل هذا التعاون في ضوء عدد من المحاور التي ألقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء عليها، سواء كانت محاور سياسية أو اقتصادية. الكلمة جاءت لتركز على محاور تتعلق بآليات تطوير آليات عمل التعاون العربي الصيني في الفترة المقبلة والتعاطي مع عدد من التحديات الاقتصادية العالمية. نتحدث عن حوكمة الاقتصاد العالمي، نتحدث عن قضية التغيرات المناخية، نقل وتوطين التكنولوجيا من الجانب الصيني إلى الدول العربية، وغيرها من التحديات التي باتت تفرض نفسها على أجندة العمل التنموي والاقتصادي سواء كان عربيا أو صينيا. السيد الرئيس أيضا وضع خارطة طريق للفترة المقبلة في إطار هذا التعاون بين الجانبين، عندما تحدث وأكد أن هناك
تكاملا في الرؤى ما بين تطبيق أجندات التنمية المستدامة سواء كانت في مصر أو في الدول العربية حتى عام 2030، وبين المبادرة الصينية الأبرز مبادرة الحزام والطريق. وأكد سيادته أنه يجري العمل خلال هذه المرحلة للدمج والتكامل بين المبادرتين وبين الرؤيتين، انتهاء بتوحيد العمل العربي الصيني فيما يتعلق بإقرار عمليات التنمية المستدامة لصالح شعبي كلا الجانبين. السيد الرئيس أيضا أشار في صدارة كلمته إلى قضية العدوان على غزة، وطالب بضرورة وقف إطلاق النار الفوري وإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية ذات السيادة على حدود 4 يونيو حتى عام 67. ويعني توجه بالشكر للمواقف الصينية الداعمة في هذا الإطار سواء كانت في محافل إقليمية وعربية، ما يعكس تطابقا في الرؤى بين الجانبين العربي والصيني حيال هذه القضية، تحديدا قضية وقف العدوان الإسرائيلي الفوري على قطاع غزة. السيد الرئيس أيضا أشار وبوضوح خلال كلماته إلى قضية الأمن المائي، حينما أكد أن الأمن المائي حق أصيل من حقوق الشعوب العربية، تحديدا الأمن المائي العربي، وأشار في هذا السياق إلى المفاوضات التي جرت طوال 10 سنوات مع الجانب الإثيوبي التي وجهت وقوبلت بتعسف وتعنت من الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بالحقوق المصرية في مياه النيل. وأكد سيادته أن هذه القضية، قضية الأمن المائي العربي، أحد أهم محددات التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وأكد أن هذه سوف تكون على أجندة عمل المنتدى العربي الصيني خلال المرحلة المقبلة. محمد، يعني في حقيقة الأمر الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس، كلمة مصر أمام الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، جاءت كلمة شاملة ألقت الضوء وبوضوح على أهم محاور عمل هذا المنتدى خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الجانبين الصيني والعربي يحتفلان بمرور كما أشرنا 20 عام على تأسيس هذا المنتدى واستشراف للمستقبل القريب فيما يتعلق بتطوير العمل سواء كان سياسيا أو اقتصاديا. بالإشارة إلى سؤالك حول نشاط السيد الرئيس، كما تابعنا أبرز الاجتماعات واللقاءات التي عقدها وأجراها السيد الرئيس، كان بالأمس حين استقبل سيادته الرئيس الصيني شي جين بينغ بقصر الشعب لتجرى قمة ثنائية مصرية صينية جاءت لتسفر عن عدة نتائج، كان أبرزها التوقيع على 6 اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم بين الجانبين فيما يتعلق بعدد من القطاعات، بداية بقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، مرورا بالتعاون فيما يتعلق بإنتاج وتصنيع الأقمار الصناعية. مصر تسلمت بموجب إحدى هذه الاتفاقيات القمر الصناعي نايل سات 2، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من الاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم التي تتعلق ب الإجراءات الجمركية وتيسير وتسهيل دخول عدد من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الصيني، وغيرها من الاتفاقات التي تتعلق بدعم وتعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن 6 الاتفاقات أو التوقيع على مذكرات التفاهم والتعاون أمس يضاف إلى أكثر من 65 اتفاقية واتفاقية ومذكرة تفاهم وتعاون بين الجانبين موقعة خلال 10 سنوات الماضية. أبرز هذه الاتفاقية هو اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وبكين التي تمر بعامها 10 بعد توقيعها في عام 2014. السيد الرئيس في لقاءاته المتعددة مع الجانب الصيني التي استقبل خلالها رئيس مجلس النواب الصيني وأيضا رئيس مجلس الوزراء الصيني، بالإضافة أيضا إلى عدد من اللقاءات الأخرى التي سوف يجريها السيد الرئيس اليوم وصباح غد مع عدد من رؤساء مجالس إدارات كبريات الشركات العاملة في مجالات متعددة في السوق المصري، سوف يعني تبرز نتائجها للفترة المقبلة
بعد مضاعفة هذه الشركات لحجم استثماراتها في الأسواق المصرية، خاصة إذا ما علمنا أن منذ نحو 3 أشهر دخلت 20 شركة صينية جديدة بالمنطقة الصناعية الصينية في محور تنمية شرق قناة السويس، شركات تتعلق عملها أو يتعلق عملها بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي والنقل الذكي واللوجستيات وتطوير ورفع كفاءة الموانئ. هذه اللقاءات التي أشرنا إليها التي أجرها وسيجريها السيد الرئيس تهدف في الأساس إلى دعم وتعزيز الروابط والعلاقات الثنائية بين مصر والصين، خاصة على الصعيد الاستثماري والتجاري، خاصة إذا ما علمنا أن حجم الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر شهد اضطرادا ملحوظا خلال 3 أعوام الماضية، حتى وصل إلى نحو 12 مليار دولار بتوفير أكثر من 40,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري في عدد متنوع وهام من القطاعات الحيوية مثل اللوجستيات، النقل الذكي، الإنشاءات والبناء التحتية. وهناك نماذج واضحة لهذا التعاون اقتصاديا واستثماريا على الأرض. نتحدث هنا عن أبرز معالم العاصمة الإدارية الجديدة، البرج الأيقوني، أطول برج في قارة أفريقيا. نتحدث عن عدد من القطارات الذكية ووسائل النقل الحديثة. نتحدث عن المنطقة الصناعية في محور تنمية قناة السويس، أكثر من 70 كيلومتر منطقة صناعية صينية تمتد على مساحة هائلة توفر استثمارات مباشرة للقطاعات الحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني في هذه الأونة. محمد، نتائج كبيرة ومتعددة ومتشعبة للزيارة الهامة التي يجريها السيد الرئيس إلى العاصمة بكين بدعوة رسمية من الرئيس الصيني شين جين بينغ. تتعدد هذه النتائج وتتفاوت ما بين السياسي، منها بدعم وتعزيز التنسيق والتشاور بين القاهرة وبكين في ما يتعلق بمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، أو فيما يتعلق بالشق الثنائي الذي يشمل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. الجانب الصيني ينظر بعين التقدير والاحترام لهذه الزيارة الهامة التي تضيف لبنة جديدة في جدار العلاقات المصرية الصينية التي تدخل عامها 66، وتدخل العلاقات المصرية الصينية على مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين عامها 10، وسط اضطراد ملحوظ وتقدم مضطرد فيما يتعلق بتعزيز هذه العلاقات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية وحتى البرلمانية والشعبية. نعم محمد. علاء، يعني علاء رشوان، موفد القناة الأولى والتلفزيون المصري من العاصمة الصينية بكين، شكرا جزيلا على هذه الإفادة وكل هذه المعلومات، وبالطبع سنتواصل معك خلال يعني أيام هذه الزيارة لمتابعة نشاط السيد الرئيس في العاصمة الصينية بكين. وعلى هامش أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، زميلنا علاء رشوان موفد التلفزيون المصري أجرى لقاء مع السيد سامح شكري وزير الخارجية. معالي الوزير، زيارة هامة يجريها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين بدعوة رسمية من الرئيس الصيني، تتناول عدد من الموضوعات سواء الثنائي منها أو متعدد الأطراف. رؤية سيادتك لنتائج قمة الرئيسين بالأمس وأبرز مخرجاتها؟ بالأمس كان الشق الثنائي لزيارة فخامة الرئيس إلى الصين، عقد جلسة مباحثات موسعة وجلسة مباحثات محدودة مع فخامة الرئيس شي شي بينغ، تناول خلالها كافة قضايا التعاون المصري الصيني السياسية والاقتصادية والثقافية. كان هناك حوار معمق فيما يتعلق بدفع العلاقات الثنائية نحو الأمام، العمل المشترك، وخاصة التركيز على قضايا التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى السعي المشترك لتعزيز قدرات مصر والعمل على توفير الدعم الصيني لمصر في إطار زيادة حجم التعاون الثقافي وأيضا في مجالات السياحة الوافدة إلى مصر من الصين. كان هناك أيضا اهتمام بالغ بالتطورات الإقليمية، الحرب على غزة والدعم التقليدي من قبل الصين للقضية الفلسطينية، والعمل من خلال مجلس الأمن لدعم القضية والوصول إلى الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية وعضويتها الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كان لقاء في الحقيقة يتسم بالود وبالدفء وبإرادة سياسية قوية لاستمرار العمل المشترك في كافة المجالات. تابعنا منذ قليل كلمة الرئيس الصيني شي جين بينغ وأيضا كلمة السيد الرئيس التي حملت كلتا الكلمتين تطابقا في الرؤى حيال الأوضاع في غزة تحديدا وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي. كيف يمكن الاستفادة بالدعم الصيني في المحافل الإقليمية والدولية بشأن هذه القضية سيادة الوزير؟ الصين طبعا دولة عظمى، دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، تتخذ دائما مواقف داعمة للقضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية، ونستمر في التنسيق الوثيق معها. هناك قرار يطرح من قبل الجزائر كممثل عن الدول العربية لوقف إطلاق النار، الصين داعمة لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات ورفضها لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير، وصوتها بالتأكيد صوت مسموع وقوي، ومن الأهمية أن نستمر في التنسيق معها لتحقيق حقوق المشروع للشعب الفلسطيني. مصر فندم تمارس أقصى درجات ضبط النفس فيما يتعلق بالاستفزازات من الجانب الإسرائيلي، سواء استفزازات سياسية أو غيرها. رؤية سيادتك لما قد تحمله الأيام القادمة من تواصل الجهود المصرية على المستويات الدولية والإقليمية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة؟ نحن متصلين في إطار التفاعل مع شركائنا الدوليين. أتيت إلى الصين من بروكسل والاجتماع مع المجلس الأوروبي، وأخذت عدد من اللقاءات مع الوزراء الأوروبيين. هناك تنامي في الشعور بعدم قبول استمرار الحرب، عدم قبول هذا الكم من الضحايا المدنيين، وضرورة العمل على وقف إطلاق النار واحتواء هذه الأزمة لأثرها المدمرة على الشعب الفلسطيني، ولكن أيضا لأي احتمالات لتوسيع رقعة هذه الحرب. تأكيد أنه التنسيق مع الشركاء واستمرار خلق رؤية مشتركة من شأنها أن يكون لها أثر سواء في الإطار المتعدد أو في إطار علاقات هذه الدول مع إسرائيل، والآن توجهها للعمل على إقناع الحكومة الإسرائيلية بضرورة وقف هذه الحرب. قضية الأمن المائي فندم كانت حاضرة بقوة خلال كلمة السيد الرئيس في الاجتماع الوزاري العاشر التي ألقاها سيادته منذ قليل. التحركات المصرية في هذا الإطار فيما يتعلق بالأمن المائي وحقوق الشعوب في التنمية وأيضا حقوق الشعوب في الحفاظ على شريان الحياة بالنسبة لمصر مياه النيل؟ مصر تشارك في كل المنتديات المتعددة الأطراف المعنية بقضية المياه لتأكيد وجهة نظرها المتطابقة مع القانون الدولي، وتعمل على التعاون مع شركائها الإقليميين مع الدول الأفريقية التي تشارك مصر في مياه النيل من أجل إقرار هذه المبادئ وضرورة الالتزام بها. في نفس الوقت الموقف واضح مما تفضل به فخامة الرئيس من أن مصر ترفض أي مساس بأمنها المائي، تعتبر هذه القضية قضية وجودية، وسوف تتصدى لأي محاولات للتأثير السلبي على أمن مصر المائي. أخيرا يا فندم، رؤية سيادتك لمخرجات الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العرب الصيني وما يحمله من جديد خلال المرحلة القادمة، خاصة في ضوء إعلان الجانب الصيني عن استضافة قمة عربية صينية عام 2026؟ البيان اللي تم التفاوض حوله هو يؤكد مرة أخرى مجالات التطابق فيما بين الرؤى للدول العربية والصين ووجود الإرادة لتكثيف التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ويعد أرضية صلبة لاستمرار تنمية هذه العلاقات وإيجاد فرص جديدة للتعاون. معالي الوزير سامح شكري وزير خارجية، بشكر سيادتك جزيل الشكر على هذا اللقاء. شكرا جزيلا. امبارح كان في عدد من الأخبار المهمة، كان أهمها طبعا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين ولقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ بالعاصمة الصينية بكين. خلال اللقاء اتفق الرئيسان على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في غزة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، مؤكدين أن تطبيق حل الدولتين هو الضامن الرئيسي لاستعادة الاستقرار وإرساء السلم والأمن الإقليميين.
أيضا امبارح التقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الصينية بكين مع تشاولاجي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. خلال اللقاء تم التأكيد على الزخم الكبير اللي بتشهده العلاقات المصرية الصينية في مجملها، واللي انعكس في تفاهمات مشتركة تبلورت في صورة مشروعات وبرامج تعاون مهمة بين البلدين. خلينا نتابع مع حضراتكم تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الصيني تشي جين بينغ بالعاصمة الصينية بكين في إطار زيارة الدولة اللي بيقوم بها الرئيس للصين. شهد الرئيسان مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، من بينها خطة التطوير المشترك لمبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون في مجال ابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات وعدد من مجالات التعاون الأخرى. امبارح تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الرئيس الصيني تشي جين بينغ بالعاصمة الصينية بكين رؤى البلدين بالنسبة للتطورات الدولية والإقليمية، وشدد الرئيس على ضرورة وقف الحرب في غزة، مؤكداً الخطورة البالغة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية وما تسفر عنه من مآسي إنسانية وسقوط ضحايا، وآخرها القصف المتعمد لمخيم للنازحين نتجت عنه كارثة إنسانية مفجعة. وأشاد الرئيس الصيني في هذا السياق بدور مصر المحوري وجهودها الدؤوبة للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، واتفق الرئيسان على ضرورة وقف إطلاق النار فوراً ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، مؤكدين أن تطبيق حل الدولتين هو الضامن الرئيسي لاستعادة الاستقرار وإرساء السلم والأمن الإقليميين. امبارح التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الصينية بكين مع تشاولاجي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. شهد اللقاء تأكيد الزخم الكبير اللي بتشهده العلاقات المصرية الصينية في مجملها، والذي انعكس في تفاهمات مشتركة تبلورت في صورة مشروعات وبرامج تعاون مهمة بين البلدين. كما ثمن الجانبان العلاقات المتميزة بين برلماني البلدين، والتي انعكست في تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الصينية. وامبارح زار الرئيس عبد الفتاح السيسي النصب التذكاري للجندي المجهول بميدان تيانمن بالعاصمة الصينية بكين، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري. امبارح قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن مجلس الوزراء ناقش عدد من الملفات الهامة، منها البدء بزيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف تقليل الأعباء المالية اللي بتتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقين. كمان أوضح في مؤتمر صحفي إنه استمع لكافة الآراء، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة في السلع الأساسية اللي بتمس المواطن. مشاهدينا لسه مستمرين مع حضراتكم في برنامجنا صباح الخير يا مصر حتى الساعة 10 صباحاً، لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية ونروح معاكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات، البداية من أسوان حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير طريق توشكا النقرة في قنا، تم إنزال نصف مليون زريعة سمك بولطي في نهر النيل. كمان امبارح في كفر الشيخ تم توريد 202,023 طن قمح للشوان والصوامع. أما في الدقهلية فتم تنفيذ المنطقة التجارية واللوجستية الجديدة بتكلفة 4 مليار جنيه. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في أسوان تم تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتطوير طريق توشكا النقرة بطول 50 كيلومتر، وتم الانتهاء منه بنسبة 100% وبتكلفة 160 مليون جنيه ضمن الجهود اللي بتبذلها أجهزة الدولة في كافة قطاعات العمل العام. في قنا شهدت المحافظة إنزال نصف مليون زريعة سمكية من نوع البولتي بنهر النيل بمدينة قنا في إطار حماية وتنمية الثروة السمكية بالمحافظة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك. في كفر الشيخ أعلنت مديرية التموين أنه تم استلام 202,023 طن قمح ب 25 موقع تخزيني من الشوان والصوامع، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 15 رحلة طيران أوروبية سياحية، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة حتى توصيل السياح للفنادق المختلفة.
في الشرقية بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الجانبية بمنطقة منشية السادات والكونت الشديد بمدينة الزقازيق على مساحة 15,000 متر مسطح وبتكلفة إجمالية 3,300,000 جنيه، وبيأتي ذلك تماشياً مع خطة التطوير والتجميل اللي بتشهدها شوارع المدينة والارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المنطقة. في الدقهلية بتشهد المحافظة تنفيذ مشروع المنطقة التجارية واللوجستية الجديدة اللي بتقع على طريق رافد جمصة بنطاق مركز طلخة، وبتقام المنطقة اللوجستية على مساحة 52 فدان باستثمارات تصل ل 4 مليار جنيه، وبتتيح أكثر من 20,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وبتسهم في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي. في الإسماعيلية شهدت المحافظة تدشين القافلة الطبية المجانية بقرية أبو عاشور التابعة لمركز ومدينة التل الكبير اللي نظمتها مديرية الصحة والسكان على مدار يومين، واستقبلت القافلة 1085 حالة في جميع التخصصات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في الغربية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه عن مدينة قطور بالكامل وعدة قرى تابعة للمركز، وهي ضماط، سملة، كوم علي، بوريج، سجين، إبشوي، ونشيل والعزب التابعة لتلك القرى اليوم الخميس من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً لإجراء أعمال صيانة شاملة بالمحطة وفق الجدول الزمني المعلن. ونصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون معتدل على أغلب الأنحاء، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وخلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة وعلى كل السادة المشاهدين، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يمكن يعني كان اليومين اللي فاتوا رغم أن كان في ارتفاع في درجات الحرارة إلا أن الجو كان لطيف نوعا ما، يعني كان في نسمة هواء لطيفة كده، أجواء ربيعية. امبارح دكتورة منار نوهت أن بدءا من بكرة هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة، لكن النهاردة هيكون انتهاء الموجة المعتدلة إذا صح التعبير. فأخبار الجو إيه النهاردة؟ بالفعل طبعا اليوم مستمرين في انخفاض درجات الحرارة يمكن عن المعدلات الطبيعية. العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة 31 درجة مئوية، ودي فعلا تعتبر أقل من المعدلات الطبيعية بمعدل درجة لدرجتين تقريبا. نقدر نقول ان اليوم مستمر معنا الطقس الربيعي المستقر بدرجات الحرارة أقل من المعدلات، مع وجود بعض السحب الخفيفة على مناطق متفرقة من الجمهورية كمان بتحجب جزء من أشعة الشمس، وبعض نسمات وهبات الرياح اللي سرعتها لا تتجاوز ال 35 كيلومتر على الساعة، لكنها طبعا بتؤدي لتلطيف الأجواء بشكل كبير جدا. لكن نشاط رياح على مسطح البحر الأحمر بيؤدي اليوم إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية هناك، وسرعات رياح بتصل هناك ل 50 كيلومتر على الساعة، وارتفاعات الأمواج على شواطئ البحر الأحمر تتراوح ما بين 1.5 ل 2.5 متر. وبالفعل ده أول تحذير بنطلقه للمواطنين المستطيلين على شواطئ البحر الأحمر بتوخي الحذر التام من ارتفاع الأمواج هناك. طبعا الحالة الجوية المستقرة دي اللي عشناها كام يوم أو انخفاض درجات الحرارة كان سببها كتل شمالية بتكون درجات حرارتها أقل مع وجود تبريد في طبقات الجو العليا. لكن فعلا من تحليلنا للخرائط داخل مركز التنبؤات والإنذار المبكر بتشير انه بدايه من الغد ان شاء الله هيكون في بدايه ارتفاع تدريجي في درجات الحراره. بكره هترتفع درجات الحراره عن اليوم بمعدل 3 درجات تقريبا على اغلب مناطق الجمهوريه. يمكن الارتفاع بكره هيكون ملحوظ بشكل اكبر على السواحل الشماليه. القاهره بكره ممكن تسجل 34 درجه مئويه، السواحل الشماليه بكره بعض المناطق منها ممكن تسجل اعلى من القاهره الكبرى، هتوصل في حدود ال 34 ل 35 درجة مئوية، وده يعتبر بداية موجة من حارة إلى شديدة الحرارة هتستمر على الأقل حتى منتصف الأسبوع المقبل. يمكن كمان مع بداية الأسبوع المقبل زي ما قلنا ده ارتفاع تدريجي، وبالتالي مع بدايات الأسبوع المقبل ومنتصف الأسبوع كمان هتصل درجات الحرارة على القاهرة في حدود ال 36 ل 37 درجة مئوية. طبعا ده هو توقع مبدئي للفترة القادمة، لأننا في فترة تقلبات جوية بشكل حاد وسريع، وارد كل ما قربنا من المدة اللي أشرنا إليها تبدأ تتغير الخرائط نسبيا، تبدأ ترتفع درجات الحرارة عن كده أو تقل عن كده.
لكن حتى الآن الخرائط بتشير أنه على منتصف الأسبوع المقبل الحرارة هتتراوح على القاهرة ما بين 36 ل 37 درجة. ونشكر حضرتك دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وطبعا أكيد هنتابع مع حضراتكم وبالتفصيل درجات الحرارة. دلوقتي تعالوا نبص كده ونشوف درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة وفي المحافظات. في القاهرة العظمى هتكون 31 والصغرى 21 والعاصمة الإدارية 32-20، الأسكندرية 28-19 والعلمين الجديدة 28-18، مطروح 28-18 أيضا، ودمياط 26-20، بورسعيد 26-20 أيضا، والإسماعيلية 32-20. في السويس العظمى 31 والصغرى 21 والعريش 28-17، كاترين 29-14 وطابة 30-22، حلايب 32-24، شلاتين 34-26، شرم الشيخ 36-26 والغردقة 35-26، الفيوم العظمى فيها 33 والصغرى 21 وبني سويف 33-20، أما في الوادي الجديد 37-20، أسيوط 34-20 وسوهاج 36-24، إنا 38-25، الأقصر 39-26 وأيضا أسوان 39-26. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. ودلوقتي عودة مرة أخرى لمحمد وجوانا ومتابعة فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هالة. شكرا. منتخب رفع الأثقال البارالمبي المصري قدر أنه يحصد 9 ميداليات متنوعة وتصدر مراكز أولى في منافسات بطولة كأس العالم بالمكسيك. كمان كان في إشادة كبيرة جدا بمستوى أداء أبطالنا في المنافسات. حياة جمانة، إنجاز مصري رياضي جديد. تعالوا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف الأستاذ محمد يحيى رئيس بعثة مصر في كأس العالم بالمكسيك. صباح الخير على حضرتك وبنهنيك على هذا الإنجاز. صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على كل مشاهدينكم الكرام. طبعا انا بشكركم جدا على اهتمامكم ببعثه المنتخب رفع الاثقال البارالمبيك اللي كانت في كاس العالم في المكسيك. طبعا دي كانت كبرى البطولات الموجوده في البطوله المؤهله لان شاء الله اولمبياد باريس اللي هتبقى بعد الدوره الاولمبيه على طول، تبقى الدوره البارالمبيه بعدها بحوالي اسبوع او 10 ايام ان شاء الله. يمكن اللي اتحقق المره دي كنا طالعين بتسع لاعبين، الحمد لله التسع لاعبين جابوا ميداليات متنوعه، فقدرنا الحمد لله ناهل عدد كبير من اللاعبين في رفع الاثقال للدوره البارالمبيه، ويمكن في جزء كمان هيطلع كمان اسبوعين ان شاء الله. طب حابين نعرف تفاصيل الميداليات استاذ محمد، يعني ما بين طبعا ذهبيه وفضيه برونزيه، كلمنا عن عدد الميداليات دي وتفاصيلها اكتر. طبعا كان عندنا عدد ميداليات جميل جدا في البطوله دي. بدانا طبعا بإناس الجبالي اللي احرزت ميداليه ذهبيه في اول الـ 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 الايام في البطوله بتاعت المكسيك. طبعا إناس من اللاعبين الناشئين او اللاعبين اللي لسه كانوا منضمين حديثا، الحمد لله قدرت تكمل مراحل التاهيل بتاعتها عشان خاطر ان هي تبقى تتاهل ل الدوره الاولمبيه، ولسه ما كانش بقى لها كتير في المنتخب رفع الاثقال، لسه منضميه بقى لها حوالي سنه ونص تقريبا، لكن قدرت انها تحقق وقدرت توصل بالتمرين والتدريب والدعم بتاع اللجنه البارلمبيه ليها عشان خاطر تقدر ان هي تحقق انجاز حلو وتقدر تبقى من ضمن توصل للثمانيه، افضل ثمانيه في الرانك بتاعها العالمي عشان خاطر تقدر تبقى الحمد لله تتاهل وتاخد ميداليه ذهبيه وتتاهل لدوره الاولمبيه ان شاء الله. يمكن اللي هيحدد بعد كده هي بطوله جورجيا للبطوله الاخيره، خاصه ان في هيبقى برضه في مشاركين من دول اخرى، كله بيسعى انه بيكسر الرانك العالمي دوت عشان خاطر يقدر يخش في الثمانيه اللي هم العظماء اللي هيوصلوا للدوره البارلمبيه ان شاء الله. بعد كده جه عندنا في أميمة عمر احرزت ميداليه برونزيه برضه وزن 50 كيلو جرام. وطبعا عندنا في طه عبد المجيد قدر يحرز الميداليه الفضيه وزن 54 كيلو جرام. ومحمود صبري قدر يحرز الميداليه الذهبيه بوزن 80 كيلو جرام. وفي يعني وصلنا لعدد كبير جدا في الميداليات. وهادي صمويل دوا طبعا فاز بالميداليه الفضيه بوزن 49 كيلو جرام. وفي امان الدسوقي فازت بالميداليه الفضيه برضه وزن فوق 86 كيلو جرام. وكده يعني انا شايف ان كان في نجاحات كثيره جدا في البطوله دي، اهمها كانت التغلب على
صعوبة السفر وصعوبة الوصول للمكسيك، لأن المكسيك دولة بعيدة جدا. عايز أبلغ حضراتكم إن إحنا يمكن ركبنا ثلاث طائرات عشان خاطر نوصل للمدينة أكابولكو اللي هي كانت فيها طبعا مشقة مشقة كبيرة جدا يا فندم. سريعا جدا يا أستاذ محمد بعد إذنك، أبرز الدول المشاركة وأبرز كمان الدول المنافسة لينا. طبعا الأبرز الدول اللي كانت مشاركة في البطولة كانت دولة المكسيك، كانت أكبر بعثة بالنسبة لكم كانوا موجودين، ويليها في من كوبا، ويليها في تشيلي، ونفس الامر برضو كان في من دول اخرى كتير كانت مشاركه في البطوله وفي دول اوروبيه كمان. لكن الامر يعني لسه في فرصه كمان، وعندنا 9 لاعبين تانيين هيسافروا ان شاء الله خلال اسبوعين، هيبقوا في الدوره بطوله العالم في جورجيا. دي طبعا اخر بطولات المؤهله اللي بتحدد الرانك العالمي طبعا. يعني انتوا رفعتوا راسنا يا استاذ محمد، اظن يعني المقاطعه، ولكن احنا فخورين جدا بيكم، نتمنى لكم كل التوفيق كمان في بطوله جورجيا. نشكر طبعا استاذ محمد يحيى رئيس بعثه مصر في كاس العالم بالمكسيك. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم واخر انباء موجز الثامنه صباحا مع الزميله هاله الحملاوي. اتفضلي هاله. شكرا محمد. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات المصرية الصينية وما شهدته من تطور ملحوظ، وذلك في إطار الحرص المتبادل لتحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مع أولويات مبادرة الحزام والطريق. جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها صباح اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي يعقد بالعاصمة الصينية بكين. واسمحوا لي في هذا الصدد أن أشيد على نحو خاص بالعلاقات المصرية الصينية، وأود أن أنوه في هذا الإطار إلى مرور 10 أعوام على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وما شهدته تلك السنوات من تطور ملحوظ في علاقات البلدين. كما أشار الرئيس السيسي خلال كلمته إلى أن العلاقات السياسية العربية الصينية تقوم على عدد من الأسس الراسخة، على رأسها الحرص المتبادل على أمن واستقرار ومصالح الشعوب. تقوم العلاقات السياسية العربية الصينية على عدد من الأسس الراسخة، على رأسها الحرص المتبادل على أمن واستقرار ومصالح الشعوب، ورفض الاعتداءات ورفض الاعتداء على السيادة. ولقد مثلت تلك العلاقات والتعاون العربي الصيني الوثيق لإقرار تلك المبادئ ركيزة من ركائز الاستقرار الدولي والعمل على إقرار العدالة في المنظومة الدولية. كما أكد الرئيس السيسي على التقدير العربي الكبير للسياسات الصينية تجاه القضية الفلسطينية، ودعم بكين المستمر للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحق الفلسطينيين المشروع في إقامة دولتهم المستقلة. إنني أدعو كافة أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة، كما أطالب المجتمع الدولي بالعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لوضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي الصيني أهمية وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي. وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر طالبت الحكومة الإثيوبية على مدار أكثر من 10 سنوات بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل بالدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية. واسمحوا لي هنا بمعاودة التنويه لأهمية وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي في إطار المنتدى العربي الصيني، نظرا لما تحمله هذه المسألة من مخاطر ترقى إلى حد التهديد الوجودي. وأود الإشارة في هذا السياق إلى أننا طلبنا الحكومة الأسيوية على مدار أكثر من 10 سنوات بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن للأجيال الحاضر والمستقبل.
بالدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية، أخذا بعين الاعتبار أننا لن نسمح بكل من شأنه العبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلها وسط مدينة رفح الفلسطينية، وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن قوات الاحتلال دخلت وسط المدينة بالتزامن مع قتال عنيف، في حين أوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا إسرائيليا عنيفا استهدف شرق وغرب رفح الفلسطينية، مما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين. كما استهدفت قوات الاحتلال منزلا بخان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن شهداء ومصابين. أعلنت الولايات المتحدة أنها لم تغير موقفها بشأن منع أوكرانيا من استخدام الأسلحة الأمريكية لضرب عمق الأراضي الروسية. وقال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن واشنطن على اتصال مع كييف لمعرفة احتياجاتها من المعدات العسكرية والتدريب. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. نرحب بحضراتكم مرة تانية. طلابنا في مدارس العلوم والتكنولوجيا شرفونا الحقيقة وحققوا مراكز متقدمة في أكبر وأهم مسابقة عالمية بتقام في الولايات المتحدة الأمريكية. المسابقة هي مسابقة آيسف الدولية للعلوم والهندسة، واللي أقيمت في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية. طلابنا حققوا مراكز متقدمة في مجال العلوم السلوكية، مجالات الكيمياء الحيوية والبرمجة ومجال الطب. النهاردة صباح الخير يا مصر منورنا في الاستوديو نماذج شاركوا في هذه المسابقة، وكمان هنتعرف معهم على دور التدريب العلمي اللي قامت بيه وحدة البرامج التعليمية في مكتبة اسكندرية مع الطلاب قبل انطلاق المسابقة. خلونا نرحب مع حضراتكم بالطلاب الفائزين معنا، أدهم محمد طه ومحمد أحمد عارف، الطلاب بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ. كمان مشرفنا ومنورنا المهندسة أميرة قطب، وهي رئيس وحدة البرامج التعليمية بالقبة السماوية بمكتبة اسكندرية. نورتونا وشرفتونا جميعا، والف الف مبروك. ونبتدي مع المهندسه اميره، ونعرف الساده المشاهدين ايه قصه المشاركه في مسابقه آيسف الدوليه للعلوم والهندسه. اوكي، عايزه اقول في الاول بس ان هي قصه آيسف دي قصه طويله جدا، تبناها مركز القبه السماويه العلمي، يعني وحده البرامج التعليميه هي ترس صغير من منظومه كبيره، هي منظومة مركز القبة السماوية العلمي، وأخذت على عاتقها من بدايات الأمور خالص المسابقات اللي على هذا المنوال. مهمتها الأساسية في المجتمع السكندري، وبعد كده بدأت تكبر المهمة دي اللي تبقى المجتمع المصري عموما. فإحنا معنا أكتر من محافظة كمان تابعة للفير اللي بتقوده محافظة اسكندرية بقيادة المكتبة. المفترض أن المسابقة دي هي أكبر مسابقة على السكيل بتاع التعليم ما قبل الجامعي، بتقام سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية على حسب الولاية، من سنة لسنة بتتغير. السنة دي كانت في لوس أنجلوس. مصر الحمد لله حصدت العديد من الجوائز، جوائز خاصة وجوائز جراند أوردز، الجوائز الكبرى والجوائز الخاصة. دور المركز المفروض في الأول كان من أوائل المؤسسات المصرية أو الأماكن المصرية اللي تبنت مسابقة بالسكيل ده وبالكبر ده. دخلنا فيها، بدأنا نعمل مراحل تصفيات. المسابقة بتعدي بمراحل تصفيات كتيرة جدا ومهمة جدا، من أول تصفيات للطلبة على مستوى مدارسهم، بعد كده الإدارات التعليمية، بعد كده على مستوى المحافظة، بعد كده فير ما قبل النهائي، بعد كده فير النهائي بيقوم في مكتبة اسكندرية مركز المؤتمرات بداخل مكتبة اسكندرية من كل سنة. وبعد كده بيتعمل للولاد كامب مهم جدا جدا بعد مراحل الفلتريشن، وخلاص الولاد جهزت وخلاص هنسافر. طيب تمام اوكي، دول التيمز اللي هنسافر بيهم. طب هل اوكي هم كده جاهزين لمواجهه المجتمع الدولي؟ هل هم جاهزين طلبه صغيرين في السن، طلبه يكاد يكون كل طالب فيهم ما خرجش بره محافظته، يمكن ما خرجش بره الحي بتاعه، ان هو يسافر مكان زي امريكا بعدد ساعات السفر دي ويقابل السكيل الرهيب ده من المشروعات. انت بتتكلم في جائزه بيتصرف عليها ملايين الدولارات علشان نوصل لان هم يطلعوا افضل افكار وافضل مشاريع على مستوى العالم مش على مستوى مصر بس. المكتبه تبنت ان هي تعمل كامب او معسكر تدريبي مقسم على جزئين. المعسكر ده مهمته الاساسيه اعداد الطالب من اكتر من اتجاه. الاتجاه النفسي، ان الولد او البنت تبقى مهيئه نفسيا لمقابله التغيير ده، لمقابله التحدي ده، للتعامل معاه، كيفيه التعامل معاه وفقا لعاداتنا وتقاليدنا وفقا للمعطيات اللي هتقابلها هناك.
وده بعد مهم جدا. البعد التقني، البعد التكنيكال، ان احنا بنجيب دكاتره واساتذه من الجامعه بنستعين بيهم علشان يبتدوا يدعموا الولاد في الجانب الفني والجانب التقني في كل مشروع على حسب احتياجات كل مشروع. البعد الاكاديمي، الكونتنت والمحتوى العلمي اللي الولد وصل بيه للمراحل النهائيه، هل الكونتنت والمحتوى العلمي ده جاهز الان على انه يتعرض ولا محتاج شويه تظبيطات، محتاج شويه تعديلات. كل حاجه بتتعمل، عايزه اقول لك باللغه المصريه الدارجه، يمكن من الابره للصاروخ، يعني من اول، زي ما بقول لك، من اول الشخص نفسه، الشخصيه نفسها، المهارات الشخصيه وكمان المهارات التقنيه، ازاي احنا بنغير في الكاركتر في الفتره دي، لحد يمكن اللينجويستيك ريفيجن، بحيث ان هو لما يعرض حتى البورد بتاعته ويعرضها ويبقى فيها انجلش ما يقولوش ان لا دي فيها غلطه كذا او ازاي اتعرضت كذا. every single detail بنبقى مركزين فيها مع الولاد، كل تفصيله صغيره وكبيره، عشان في الاخر هم مش تيم اسكندريه، هم مش التيم بتاع محافظه كفر الشيخ، مش التيم ده بتاع فريق بيمثل مصر، ده فريق مصر. فاحنا طالعين باسم مصر، والحمد لله، الحمد لله. احنا من ساعه ما اشتركنا في المسابقه بقى فوق ال 13 14 سنه، الحمد لله كل سنه بنحصد جوائز سواء في الجراند اوورد او سبيشال اوورد. ده مجهود الحقيقه كبير جدا، مساعدة الشباب بقى دول، مجهود كبير جدا. بس يعني انا محتاجه كمان اسمع بقى من يعني علمائنا الصغار. هبدا مع ادهم. ادهم، الحقيقه انه مشروع، يمكن واحنا بنتكلم قبل الهواء، مشروع اسمه في حد ذاته او الفكره اللي تقدمته بيها اسمها كبير قوي وتخضينا جدا. فاشرحها لنا، ايه الفكره او ايه المشروع اللي تقدمتم بيها للمسابقه؟ طيب، هو الموضوع في بدايه الاساس، احنا لما جينا نشتغل على البحث بتاعنا قررنا ان احنا نشتغل على الكرونيك ديزيز او الامراض المزمنه، بحيث ان احنا نقدر نشوف ايه هي المشكله اللي نقدر نساعد بها الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه بصفه عامه، بحيث انهم يقدروا يعيشوا في حياتهم يعني بطريقه احسن. ففي اثناء بحثنا حاولنا نندرج في بحثنا شويه على ان نركز على الامراض اللي فعلا محتاجه اهتمام اكبر من ناحيه البحث العلمي. تمام، لحد ما اكتشفنا، ركزنا على امراض الكلى، ولحد ما لقينا المرض اللي هو الكلى الاسفنجيه النخاعيه. تمام، الكلى الاسفنجيه النخاعيه من اكتر الحاجات اللي شدتنا ليه ان هو مرض ملوش علاج. والسبب، سبب المرض ده عامه غير معروف حتى الان، وكل التقارير والابحاث العلميه اللي شغاله على المرض بتاكد ان العلاج الوحيد ليه هو السيطره على مضاعفاته. وده كان غرض بحثنا بقى، ان احنا نحاول نشوف ايه هو اللي ممكن يساعد المرضى اللي عندهم المرض ده اللي ملوش علاج على ان هم يقدروا يسيطروا على مضاعفاتهم، بحيث ان هم يعيشوا حياه احسن. ومن هنا جه اسم مشروعنا، مزمنه نمط حياه مرضى الكلى الاسفنجيه النخاعيه. جميل. طيب، احنا مشروعنا شغال على ايه؟ على ثلاث محاور. تمام، اول حاجه هو جزء تشخيصي، بحيث ان احنا جمعنا قاعده بيانات من الاشعات المقطعيه للمرض. تمام، بعدها دخلناه في نموذج ذكاء اصطناعي بيعمل تشخيص المرض، الدايجنوز، عن طريق ان هو بيعمل سكان للاشعه ومنها على طول يحدد المريض ده عنده المرض ولا لا بناء على الاشعه اللي هو قدمها. تمام، ده اول محور. تاني محور عندنا هو عباره عن جهاز احنا عملناه بيساعد في انه يتابع، يعمل مونيتور لليورين سالينيتي بتاعه المريض بشكل دوري. تمام، بحيث ان هو لما يكون عنده متابعه بشكل مستمر لحالته يقدر يطلع انستراكشنز، تعليمات المريض يمشي عليها بشكل مستمر، تطور من اللايف ستايل بتاعه، بحيث ان انا نعمل لايف ستايل موديفيكيشن بناء على حالته. تمام، ثالث جزء هو تشات بوت. ساعدنا، كنا هدفنا برضو ان احنا المشروع بتاعنا يكون في جزء يعني شغالين في المودرن تكنولوجي والارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي. فدخلنا التشات بوت ده وهو متغذي بالداتا، كل الريسيرش بيبرز اللي احنا جمعناها علشان يجاوب على كل الميديكال انكويرز اللي متعلقه بالمرض. تشات بوت، عشان المشاهدين يبقوا فاهميننا اكتر، هي زي خلينا نقول منصه او ابلكيشن تقدر ترد على الاسئله تلقائيا من خلال المعلومات اللي انتوا غذيتوا بيها التشات بوت دي او المنصه دي، صح كده؟ اللي هو مجرد ما يسالوا اي سؤال متعلق بالمرض يجاوب عليه اجابه موثقه ومعتمده من الابحاث اللي احنا دخلناها. نروح لمحمد. ثلاث مراحل مهمين جدا، وكمان مرض مش منتشر بشكل كبير ومش معروف حتى عنه الاحصائيات، يعني احنا مين قد ايه مصابين بمرض او الكلى الاسفنجيه النخاعيه. حابب اعرف منك ازاي بقى مراحل العمل دي، اشتغلتوا ازاي مع بعض كتيم ورك كفريق عمل، وازاي استخدمتوا كمان تقنيات الذكاء الاصطناعي انها لتشخيص المرض ومساعده المريض كمان انه يتابع حالته، لانه مريض الكلى الاسفنجيه النخاعيه حالته بتتطور من وقت للتاني. اشتغلتوا ازاي كفريق عمل في الموضوع ده؟ حلو. هو اول حاجه كفريق عمل، احنا بدانا من المدرسه وبدا السكيل بتاعنا يكبر مرحله ورا التانية. فاحنا اول حاجه بدانا من المدرسه، عندنا في المدرسه في جزء كده اسمه الفاب لاب،
الفابلاب. اسمه ايه؟ الفابلاب. ده جزء فيه يعتبر كل التكنيكال سبورت اللي احنا ممكن نحتاجه في الحاجات اللي هي ليها علاقه بالكوميونيكيشن سيستمز والارتفيشال انتليجنس والحاجات دي. فاحنا بعد كده جمعنا بعد ما جبنا فكرتنا والكلام ده كله بدانا ان احنا نشوف ايه التكنيكالز اللي احنا محتاجينها والحاجات اللي احنا هنقدر نعمل بيها انهانس البروجكت. فبعد ما يعتبر ظبطنا الثري فيتشرز بتوعنا اللي هم الجزء المسؤول عن الدياجنوزس والجزء المسؤول عن التراكينج والشات بوت بالظبط. بدانا بقى ان احنا نكبر السكيل بتاعنا بحيث ان احنا اول حاجه رحنا على كليه طب في جامعه كفر الشيخ وتعاملنا مع دكتور طه اسماعيل عميد الكليه هناك بحيث ان احنا كنا عايزين نوصل او ناخد اكسس للعيادات اللي موجوده هناك نبدأ اللي احنا نفهم اكتر عن المرضى اللي موجوده عندها مشاكل في الكلى. شفتوا المرضى وتقابلتوا معاهم بالظبط يعني. وبدانا بعد كده اللي احنا نعلى بالسكيل اكتر اللي احنا رحنا مركز الكلى في المنصوره وتعاملنا مع دكتور محمد غنيم وعرضنا عليه البروجكت بتاعنا وهو شبه قيمه لان هو احنا البروجكت بتاعنا يعتبر في مجال مش معروف قوي في مصر وهو المدلر سبونجي كيدني بحيث ان هو ايه اغلب الناس اللي عندهم مدلر سبونجي كيدني او الكلى السفنجيه النخاعيه مش عارفين ان هم عندهم المرض ده بحيث ان هم بيفكروا ان هم عندهم مثلا شبه حصوات في الكلى وهم بعد كده بيكتشفوا ان هم عندهم المدلر سبونجي كيدني. وبدانا بعد كده بقى شبه الموضوع بقى بدا يوسع اكبر اللي احنا كلمنا المريضه دي من فلوريدا اسمها وينسلو ديكسون وعرضنا لها البروجكت بتاعنا وقلنا لها ايه الكلاسيفيكيشنز والفيتشرز اللي احنا بنقدمها وهي في الاخر ادتنا شبه سبورت ليتر بالبروجكت وان هي مستنيه ان هو ينزل على ارض الواقع. فبس فبعد كده احنا يعتبر شبه عملنا اول اي اي موديل مسؤول عن الدياجنوزس عامه او التشخيص بتاع امراض الكلى خاصه ان المرض بتاعنا اللي هو مدلر سبونجي كيدني بحيث ان هو ما كانش فيه شبه داتا سيت موجوده قبل كده على المرض ده واحنا اول ناس نرفع الداتا سيت دي على موقع اسمه كيجل. وبالنسبه للتراكينج سيستم او الجهاز اللي هو بيتتبع الحاله احنا يعتبر جمعنا انستراكشنز او شبه ارشادات الارشادات دي بتختلف من المريض التاني بحيث ان هي بتجمع الداتا اللي عنده القديمه وتبدا بقى شبه توظفها عن طريق اليورين سالينيتي بتاعه المريض بحيث ان هو مثلا نفترض ان هو بقى عنده رقم افتراضي 500 بي بي ام مثلا فهو هيبدا يقول له انت المفروض مثلا هتشرب ميه من مثلا 2 لتر ل 4 لتر وهتقلل مثلا نسبه الصوديوم وهكذا نمط الحياه الصحي اللي هو محتاجه بقى بالزبط. حسب تحاليله. انا يعني الحقيقه يا باشمهندسه انا بحييكي انه حتى مهارات فعلا التواصل والثقه في النفس هما بيتكلموا بالزبط. انا مبهوره بيها الحقيقه بالزبط. احنا بنتكلم على طلاب في مدرسه بدون خلفيه طبيه ان هم قادرين يكلموا بهذه الثقه وعندهم مصطلحات كمان طبيه يعني انا بحييكي الحقيقه ويمكن في اكيد ده وراه مجهود كبير جدا. انا هرجع لحضرتك في النقطه دي لكن عايزه اروح لادهم لان هو قال حاجه كده في النص هو بيتكلم على مراحل البحث. انت قلت عملنا جهاز مين احنا مين عملنا وعملتوه ازاي؟ طيب هو احنا انا وزميلي محمد عارف عملناه في هو الفاب لاب جزء الفاب لاب المتخصص في المدرسه. طب ايه هو الفاب لاب عامه؟ هي اختصار لكلمه فابريكيشن لابوراتوري هو معمل التصنيع. معروف عن طلبه مدارس متفوقين لمدارس ستام انها بيكون ليهم شبه كل سمستر او كل ترم بيكون ليهم بروجكت بيعملوه بيطبقوا عباره عن هو بيحلوا مشكله من مشاكل مصر الكبرى اللي هي الايجيبت جراند تشالنج عن طريق ان هم يطبقوه في بروجكت. البروجكت ده بيتم تنفيذه في معمل التصنيع اللي بيكون مجهز باحدث الاجهزه واحدث المعدات اللي تقدر تساعدهم ان هم يطبقوا فكرتهم على شكل بروتوتايب او موديل يقدروا ينفذوا بيه مشروع. وطبعا بيكون جوه كل فاب لاب في كل مدرسه من مدارس ستام بيكون فيه مهندس بيتعامل مع الطلبه بشكل دايركت وبيفضل متابع معاهم مشروعهم. يعني احنا عندنا مثلا في ستام كفر الشيخ عندنا باشمهندس السيد رشوان هو كان متابع معانا المشروع نوجه له تحيه طبعا. طبعا يعني هو فعلا كان ساعدنا في الجزء بخصوص الجهاز. هو كمان ادانا شبه سبورت ليتر برضه بيدعم ان فعلا الجهاز ده ممكن يكون ابليكابل للمرضى وكمان ممكن يساعدنا ان هو يحوله لبرودكت يكون في جزء البيزنس موديل اكتر كمان يعني هو يقدر يتنفذ على ارض الواقع. طب ازاي بقى حصل التواصل من كفر الشيخ هنا الاسكندريه لمركز القبه السنويه وحضرتك مسؤول عن وحده البرامج التعليميه فيها؟ ازاي تم التواصل معاهم وايه اللي بتقدموه ليهم من مساعده تقنيه من دعم عشان المشروع يخرج للنور زي ما احنا شفنا ويكسبوا
يعني مركز من مراكز متقدمه في ايسف؟ هقول لحضرتك نبذه بسيطه عن الكومبيتيشن ماشيه ازاي. الكومبيتيشن مقسمه مصر لتو ريجنز اي جي 1 واي جي 2، كل جزء منهم مسؤول عن مجموعه من المحافظات. فاحنا اي جي 2 بيبقى له فير دايركتور اللي هو عندنا هتبقى مهندسه هناء حسني اللي هي مدير مركز القبه السماويه العلمي. اي جي 2 مسؤوله عن عدد من المحافظات، 7 محافظات غير محافظه اسكندريه. فمن ضمن المحافظات اللي احنا مسؤولين عنها محافظه كفر الشيخ، وبالتالي بتبقى مسؤوليه التيم المسؤول عن اي جي 2 يتابع كل مراحل التصفيات في ال7 محافظات. ال7 محافظات اللي هي غربيه، دقهليه، كفر الشيخ، بحيره، مرسى مطروح، دمياط، اسكندريه. بنتابع كل المراحل دي، في منسق للمسابقه دي داخل كل محافظه، احنا بنتابع معاه من دي 1 زي ما قلت لحضرتك في الاول، سريعا تصفيات المدارس، الادارات، المحافظات. يعني المدارس هي اللي بتشترك في هذه المسابقه، بتشترك دايركتلي وحضراتكم بتتابعوا معاها، واحنا بنتابع التصفيات، وفي كرايتيريا للتحكيم وكرايتيريا للانتقال من مرحله لمرحله او منهجيه عشان الجمهور للانتقال من مرحله لمرحله. بيبتدي يجي لي الطالب، انا بتابع كل مراحل الانتقائيه دي، بعدين بيجي لي طالب في مرحله ما قبل النهائي، عاده بتعقد في شهر فبراير وبتبقى في مكتبه اسكندريه في مركز المؤتمرات. بعد كده بتبقى زي ما قلت لحضرتك المرحله الفاينل. وانس ان احنا وصلنا للمرحله الفاينل بتبقى عدد البروجكتس عندنا قلت، طبعا احنا بنبقى بدانا بالاف المشاريع، بنبتدي نقلل بنوصل لست مشاريع. بيمثلوا المحافظات يعني، بيمثلوا محافظاتهم وبيمثلوا مصر في الاخر. الست مشاريع دول بقى هم اللي بيتعامل عليهم الكامبين المشدده اللي انا كنت بقول لحضرتك عليها، ما بين برزنتيشن سكيلز، ما بين تكنيكال سبورت، ما بين كونتنت المفروض يتجهز بطريقه معينه. دكاتره الجامعه بتبقى سبورتيف جدا، يمكن هم ذكروا اكتر من جامعه راحوها، بتبقى مسؤوليه المكتبه مسؤوليه مباشره، توفير كل الخطابات الرسميه اللي تسهل على الولاد دخول المعامل او فتح المعامل. في بعض الاحيان بيتم دعم كمان جزء من المواد اللي الولاد بتشتريها بشراكه طبعا مع مؤسسات تانية. فدور المكتبه بيبقى مش بس في ال6 مشاريع اللي وصلوا للفاينل، احنا دور المكتبه من دي 1 في كل مشروع دخل، لان المشروع اللي دخل وما حلفوش الحظ او ما كانش وفق للمنهجيه بتاعه اختيار السنه دي، وارد قوي ان يجي لي السنه الجايه ويجي لي اللي بعدها. فانا ببيلد استراتيجي لونج تيرم بروجرام بشتغل عليه من سيزون لسيزون، من سنه لسنه، وبتفضل عناية على الولاد اللي كانوا معانا السنين اللي فاتت ومكملين، سبيشالي ان هي ليها سن المسابقه، فالولاد اللي هيبقوا معانا خلاص ان شاء الله هيدخلوا الكليه، هيبتدي الاصغر منهم يعني لسه قبل التعليم الجامعي يعني ما قبل الجامعي. وبيبقى فيهم منتورز، يعني لسه واحنا قاعدين بره في كنا بنتناقش ان هم عايزين يبقوا منتورز كمان ويساعدوا البروجكتس الجديده اللي طالعه ما شاء الله. بالظبط، فانت حاجه قويه جدا. هي مسج، انت مش بس فكره المشاركه ومش بس فكره ان انت تجيبي جوائز، هي المسج نفسها ان انت مسؤول عن بلد، انت وصلت بس انت مسؤول عن بلد شخصية، يعني فكرة الاستثمار بالزبط. فيهم بالزبط. هم نفسهم بالزبط. قبل حتى الاستثمار في هذه الأبحاث أو المشروعات. بالظبط. ومركز القبة السماوية كان من أوائل الأماكن اللي تبنت ده، يعني هو بيقدم بروجرام ساينتفك بروجرامز للولاد من سن 4 سنين، مسؤول عن الاشتراك في نوعيات كتيرة جدا من الكومبيتيشن زي كومبيتيشن ايسف، الكومبيتيشنز المسؤولة في الأريا بتاعت الروبوتكس، الاف ال ال كومبيتيشنز كتير قوي، لأن احنا مهتمين بالجيل الجديد إن هو يبقى طالع قريب من الأريا دي، قريب من يعني إيه أثكس، يعني ايه اثكس علميه، يعني ايه تيم وورك، الاخلاقيات. يعني إيه بالظبط الاخلاقيات، لان هو ده اللي هيغير الدوله. وانا شايفه كمان ان الكام سنه الاخرانيين الحمد لله توجه الدوله كمان وتوجه الرئاسه بقت رايحه في الاتجاه ده، فكان ده كان برده كان جزء من الدعم الكبير لينا، يعني ان احنا نبقى مطمنين ان احنا ماشيين في تراك الصح. طيب ادهم ومحمد بقى، يعني انتوا سافرتوا مسابقه كبيره جدا، اكيد خفتوا شويه، تخضيتوا، يعني كلموني عن الاجواء اللي كانت هناك، يعني انتوا كنتوا خايفين ولا ما كنتوش خايفين؟ المشروعات او الابحاث اللي كانت موجوده، كمان ردود الافعال عن البحث بتاعكم، لان هو مهم جدا، وزي قلت ما كانش موجود حاجه شبيهه ليه قبل كده. هو اول حاجه احنا كنا عارفين البروجكت اللي داخله من قبلها عن طريق فيرتشوال بوث، حلو. ففتره دي احنا دخلنا نذاكر البروجكت عشان نفهم احنا داخلين البروجكت الثاني. بالظبط، عشان نفهم انا بالظبط انا هلعب ازاي او هنافسهم ازاي. فلما دخلنا لقينا 81 بروجكت في الكاتيجوري بتاعتنا بس، فكان الموضوع صعب. والفكره ان لما احنا كنا بنبص البروجكتس كلها حلوه، فكان الموضوع صعب قوي، لغايه بقى ما رحنا هناك وبدانا ان احنا بقى جالنا حوالي 8 جادجز،
تمام. فاحنا بقى بعد ما بدانا نتناقش معاهم ثمان اراء يعني بالظبط فبعد ما احنا اتناقشنا معاهم والكلام ده كله لقينا ان البروجكت بتاعنا يعتبر كان مميز بالنسبه لهم هناك، وحوار ان احنا يعتبر ماسكين الموضوع كريسيرش من ناحيه الريسيرش ومن ناحيه التكنيكال كمان. لان احنا شبه ما قلنا في جزء البروتوتايب احنا عاملين شبه ديفايس ده بيتراك البيشنت كونديشن عامه طول ما هو عايش. فهم كانوا يعتبر شبه اللي هم مش عارفين يشوف البروجكت منين، عن طريق ان هم يمسكوا جزء الريسيرش لقينا عاملين ريفيو في الليتريتشر وعاملين شبه سيرفي وحاجات ليها علاقه بالمرضى، ويمسكوا الجزء التكنيكال يلاقوا ان الاي اي والداتا سيت اللي احنا عاملينها والتراكنج سيستم والشات بوت وكل الحاجات دي متظبطه. فده يعتبر اللي ادانا ادفانتج على ناس ثانيه. انتوا ما دخلتوش ببحث، انتوا دخلتوا ببحث ودخلتوا بحل بالظبط. فبالتالي فاحنا كنا عاملين شبه يعني واحد من الجوجز. انتوا قدمتوا مشروع مش بحث، انتوا دخلتوا بمشروع متكامل الاركان ما شاء الله. في واحد من الجوجز قال لنا يعني قال لنا جايز يو لايك يو هاف دون 5 بروجكتس ان 1، يعني انتوا عملتوا شبه خمس مشاريع في واحد بس. فهو ده كانت من الحاجات اللي احنا يعتبر ادتنا شبه ثقه في الاول ان احنا ان شاء الله نجيب حاجه والحمد لله يعني. طب نختم مع ادهم، وقول لي بقى المشاركه دي غيرت في شخصيتك ازاي؟ يعني ازاي بعد ما انت شاركت في ايسف ايه اللي اتغير في شخصيه ادهم؟ هو في الحقيقه انا كان دايما حاجه بتواجهني عامه انا كان بيبقى عندي رهبه من الواجهه. من الواجهه؟ بصراحه يعني كان دايما انا سواء معايا حاجه كويسه ولا كنت بخاف ان انا اواجه بيها حد، لان كان دايما بيبقى عندي اعتقاد اللي قدامي ده ممكن يكون احسن مني، اللي قدامي ممكن يكون عنده امكانيات او مدعوم اكتر مني، فانا بشعر بالقلق. بس يعني لما انا عديت بالتجربه دي وقصاد دول كتير جدا شاركت، وخصوصا مسابقه ايسف هي اكبر مسابقه دوليه للتعليم ما قبل الجامعه على مستوى العالم، وفيها اكتر من 100 دوله بيشاركوا على مستوى العالم. فوسط ان احنا ننافس كل الدول دي، وخصوصا الكاتيجوري بتاعتنا كمان السنه دي كانت كومبتيتيف جدا، 81 بروجكت رقم كبير. فقصاد كل ده ومع كرم ربنا لينا واننا نحقق حاجه شبه دي، فده اداني ثقه ان انا ممكن طبعاً اغير حاجه في يوم من الايام. هي احنا فخورين بيكم جدا. شيء مشرف فعلا ان يكون عندنا نماذج زيكم موجوده، وحقيقي مش بس بتكلم على الجانب العلمي لكن على الجانب الشخصي. انت قاعد قدام بجد ولاد اعمارهم صغيره، وانا اسفه ان انا بقول ولاد يعني علماء الحقيقه سنهم صغير، عندهم ثقه في نفسهم كبيره جدا، عندهم حتى يمكن شغف باللي بيقدموه، عندهم حب حتى لبلدهم ان هم يقدموا صوره مشرفه، شايلين المسؤوليه دي من هم سنهم صغير. فانا حقيقي فخوره ان انتوا معانا النهارده في صباح الخير يا مصر، وفخوره بيكم جدا. وبشكر حضرتك طبعا باشمهندسه، بنشكر طبعا ادهم محمد طه ومحمد احمد عارف طلاب مدرسه المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، كمان باشمهندسه اميره قطب رئيس وحده البرامج التعليميه مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية. نورتونا. نورتونا وشرفتونا وألف مبروك، ودايما كده في إنجازات وتشرفوا اسم مصر في كل المحافل العلمية. لسه مع حضراتكم نروح لفاصل سريع ونرجع مرة تانية نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. العلاقات المصرية الصينية هي بالتأكيد علاقات استراتيجية وراسخة، خصوصا أن مصر بتعتبر أول دولة إفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية منذ ما يقرب من 68 سنة. هي كمان انه في السنوات الاخيره تطورت هذه العلاقات بشكل كبير في كل المجالات السياسيه والاقتصاديه. تعالوا مع حضراتكم نشوف هذا التقرير والعلاقات المصريه الصينيه. يتلاقى الشعبان المصري والصيني في تاريخ حضاري متشابه بشكل كبير، وهناك قواعد راسخه للعلاقات السياسيه والدبلوماسيه بين الدولتين. وخلال العشرة أعوام الماضية دعمت القيادة السياسية تطور العلاقات لترتقي لأعلى مستوى لها، وذلك في ضوء اعتبار مصر نقطة بداية الوجود الرسمي للصين بالقارة السمراء، لكونها أول دولة إفريقية وكذلك عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية منذ ما يقرب من 68 عاماً، وتحديداً في 30 من مايو عام 1956. وتزامناً مع الذكرى العاشرة لرفع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ للقيام بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية. تتضمن الزيارة عقد مباحثات قمة بين الرئيس السيسي والرئيس الصيني ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية، وسيتم مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات.
وقد حرص الرئيس السيسي على توطيد العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية والرئيس شي جين بينغ، وتبادلا الزيارات واللقاءات في مناسبات عدة، ودفعا بالتعاون في كل المجالات، فظلت الصين أكبر شريك تجاري لمصر على مدى 12 عاماً متتالية، ومن أكثر الدول نشاطاً وأسرعها نمواً للاستثمار في السوق المصرية. كما تعاونت شركاتها مع الحكومة في إنشاء مشروعات مهمة مثل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية وبرجها الأيقوني، ومنطقة التعاون الاقتصادي والتجاري تيدا بمنطقة قناة السويس، بجانب التعاون في تجميع وتركيب واختبار الأقمار الصناعية وفي بناء محطة طاقة شمسية. وتحضر مصر كأحد اللاعبين الرئيسيين في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها بكين عام 2013 بهدف ربط 60 بلداً في حزام تجاري وتنموي واسع، وبفضل ذلك انفتحت مصر على شركاء جدد في آسيا الوسطى مع انضمامها عام 2022 لمنظمة شنغهاي للتعاون كشريك حوار، وتجمع بريكسافي 2024 تتويجاً لحرصها على بناء شراكات قوية ومستدامة، بالإضافة إلى منح الزخم للسياسة الخارجية المصرية في نقاط ارتكاز جديدة بمناطق حيوية واستراتيجية مهمة عالمياً. في سياق متصل، تابعنا مع حضراتكم زيارة الرئيس السيسي إلى الصين وعقد قمة مع الرئيس شي جين بينغ، واللي بيعكس حجم العلاقات القوية بين الدولتين على كافة المستويات. ده بالتأكيد هيكون ليه مؤشرات إيجابية كبيرة الفترة اللي جاية، إن كان على مستوى التنسيق والتعاون خصوصا في الملف الاقتصادي والتجاري. كمان تابعنا في بداية حلقات النهاردة من صباح الخير يا مصر كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة لمنتدى التعاون العربي الصيني. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين ومباحثاته مع الرئيس شي جين بينغ. بنرحب بضيفتنا في الاستوديو الأستاذة نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك يا فندم. اهلا بحضراتكم، صباح الخير. اهلا. يعني منذ قليل، يعني من ساعه تقريبا، استمعنا الى كلمه السيد الرئيس امام الجلسه الافتتاحيه للدوره رقم 10 لمنتدى التعاون العربي الصيني. قراءتك لهذه الكلمه واهم ما جاء بها؟ يعني هي كلمه السيد الرئيس تضمنت عدد من المحاور، انا اتصور ان اهمها كان التاكيد على ركائز العلاقات المصريه الصينيه وركائز العلاقات العربيه الصينيه، اللي هي بتنطلق من انه الصين في سياساتها الخارجية بتنتمي لمدرسة علاقات عدم الضغط، بتهتم أكتر بالشراكات الاقتصادية بالشراكات الثقافية دون التدخل في شؤون الدول، نفس المدرسة اللي بتنتمي ليها مصر من عدم التدخل في شؤون الدول واحترام قواعد القانون الدولي. السيد الرئيس كمان أكد على مسألة يعني الموقف الواحد من القضية الفلسطينية. الصين بتتبنى تقريبا الرؤية المصرية في ما يتعلق بحل الدولتين، فيما يتعلق بإنهاء الحرب وإدخال المساعدات وكل ما يتعلق بقضايا الحل النهائي من القدس الشرقية وعودة اللاجئين وغيرها. كمان تم التأكيد على مسألة الأمن المائي في المنطقة العربية وقد إيه هي مسألة مهمة، ودعم الصين لمصر في موقفها من هذا الملف هو دعم مهم للغاية، وكذلك يعني هناك دول عربية أخرى تعاني من أزمات في موضوع المياه. كذلك من النقاط المهمة الأخرى التي تم التأكيد عليها في كلمة الرئيس هي الدور العربي في الملفات الإقليمية والدولية المطروحة على الساحة، وكيف يمكن أن يكون هذا الدور أكثر فعالية خصوصا في المحافل الدولية، خاصة يعني أن الدول العربية بتمتلك المؤهلات الاقتصادية والبشرية اللي بتؤهلها أن هي يعني تقوم بدور أكبر على الساحتين الإقليمية والدولية فيما يتعلق بكل الملفات. كمان تابعنا الحقيقه انه في ذكرى اطلاق يعني العاشره، الذكرى العاشره لاطلاق الشراكه الاستراتيجيه الشامله بين البلدين، تم خروج ببيان مشترك بين الدولتين، ومن ضمن مخرجات هذا البيان ايضا انه تدشين عام الشراكه الصينيه المصريه او عام الشراكه المصريه الصينيه. عايزه افهم من حضرتك يعني ماذا يعني تدشين عام الشراكه المصريه الصينيه؟ هو زي ما حضرتك أشرت، هي الذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين. عام الشراكة هو بالمناسبة مش حاجة مقصورة يعني على الصين ومصر، لا كان في أعوام أخرى، زي مثلا أتصور كان العام عام الشراكة المصرية الروسية فيما قبل. مصر والصين بتشتركوا يعني في قواعد مهمة جدا ليها علاقة بأنه الاثنين حضارات عريقة
قدموا للإنسانية الكثير، الحضارة المصرية والحضارة الصينية، وفي يعني ركائز وثوابت تتعلق بالمستوى الإنساني والمستوى الثقافي. عام الشراكة بيتضمن الكثير من الفعاليات على المستوى الدبلوماسي، على المستوى السياسي، كذلك على المستوى الثقافي والإنساني، التبادل الإنساني، التبادل العلمي والبعثات وغيرها. احنا دايما كنا بنسمع ان الصين يعني دايما بتهتم بالجانب الاقتصادي فقط في تعاونها مع الدول، لا احنا دلوقتي عندنا معهد كونفوشيوس في مصر بيقدم يعني الكثير، بالظبط بيقدم الكثير من الخدمات الثقافيه، منها تعليم اللغه الصينيه وحتى تدريب المعلمين اللي هم اصلا بيتقنوا اللغه الصينيه، وطبعا ليها علاقه بنشر الثقافه الصينيه من تقاليد، بيعرفنا على حضاراتهم على زيهم كل ما شابه. وبالتالي انا اتصور ان العام ده سيكون مثمر من حيث يعني جميع الفعاليات. كمان البعد الحضاري، لان احنا امام حضارتين كبار جدا، الحضاره المصريه والحضاره الصينيه، وده بعد مهم جدا في العلاقات المصرية الصينية. هرجع لكلمة السيد الرئيس في بداية الكلمة، مفتتح الكلمة السيد الرئيس تحدث عن التكامل ما بين رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 مع مبادرة الصين الحزام والطريق، وهي مبادرة مهمة جدا اقتصاديا على مستوى الإقليم في الصين وعلى مستوى العالم. حضرتك شايفة ازاي التكامل ما بين الرؤية المصرية ومبادرة الحزام والطريق، وده ازاي ممكن يعود بالنفع اقتصاديا لكلا البلدين؟ هو زي ما حضرتك أشرت، هو هيعود بنفع كبير. مصر هي شريك أساسي في مبادرة الحزام والطريق في المنطقة العربية والأفريقية، يعني كذلك هناك إدراك من الصين لحجم الفائدة التي تعود عليها من شراكات استراتيجية مع مصر. مصر في الاتحاد الأفريقي هي دولة يعني من الممولين الأساسيين، صحيح. هي دولة كبرى في أفريقيا شديدة التأثير، منخرطة في كل الملفات، وكذلك عضوة في كل التكتلات الاقتصادية داخل القارة الأفريقية، منها يعني الكوميسا وتكتلات أخرى داخل القارة. كذلك على يعني مستوى المنطقة العربية مصر رقم مهم جدا في المعادلة العربية، تمتلك تأثير هائل في جميع الملفات بالنظر يعني إلى إمكاناتها البشرية وإمكاناتها السياسية وخبرتها العريقة. وبالتالي نعم، أنا أعتقد أن هناك تكامل بين التنمية أو خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 ومبادرة الحزام والطريق، سيكون لها أثار كبيرة على التنمية الاقتصادية في مصر، جذب المزيد من الاستثمارات الصينية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بوجه عام، وما يتعلق أيضا بتوطين الصناعات ونقل التكنولوجيا و يعني كل ما يتعلق بأفاق التنمية الاقتصادية بين البلدين. في نفس السياق أيضا يا فندم، الحقيقة أنه تم توقيع أيضا البلدين على البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الشاملة للأعوام الخمس المقبلة 2024-2028. وزي ما كنا بنتكلم أنه العلاقات المصرية الصينية شهدت كمان طفرة الحقيقة خلال العشر سنين اللي فاتوا، رؤية حضرتك لهذه الاستراتيجية للخمس أعوام القادمة في ضوء ما تحقق أصلا في العشر سنين اللي فاتوا؟ يعني هي مسألة الاستراتيجية الشاملة دائما ما بتبنى على أرضية مشتركة ما بين الدولتين. زي ما أشرت لحضراتكم في البداية، مصر والصين بينهم أرضيات مشتركة يعني كبيرة جدا في ركائز السياسة الخارجية للدولتين. غير القضية الفلسطينية، هناك يعني تقريبا وجهات نظر متشابهة حتى فيما يتعلق مثلا بالحرب الروسية الأوكرانية، فيما يتعلق بإعلاء مبدأ الحوار يعني المسألة السياسية في تسوية كل الخلافات داخل المنطقة العربية، سواء في ليبيا، سواء في سوريا، سواء في اليمن، الدولتين بيتبنوا نفس وجهة النظر. كذلك يعني الصين شريك مهم في مواجهة الإرهاب، مواجهة التطرف، واحنا عارفين أن مصر قطعت شوط كبير جدا في هذا الإطار. على جانب آخر، مصر بتدعم مبدأ الصين الواحدة فيما يتعلق بالتهديدات لجزيرة تايوان، ودي حاجة مهمة جدا بالنسبة للصين. وبالتالي أنا أتصور أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين إضافة إلى مقاطعته سيضاف المزيد على مستوى المنتدى العربي وعلى مستوى العلاقات الثنائية بين مصر والصين على وجه التحديد. في كل محفل دولي بيحضره السيد الرئيس بيحمل معاه قضايا الدول العربية، وتحديدا طبعا في القلب منها القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة النهاردة. في إشارة واضحة جدا في كلمة الرئيس بأنه يعني يناشد ويطالب القوى الفاعلة في العالم الإقليمية والدولية بوقف الحرب الإسرائيلية كما سماها السيد الرئيس الغاشمة على قطاع غزة، ويتحدث عن يعني ارتياح وتقدير عربي للموقف الصيني من القضية الفلسطينية. إلى أي مدى حضور غزة في هذا المنتدى والدور الصيني اللي ممكن تقدمه في الوصول لحل الدولتين الفترة المقبلة؟
هو خليني في البدايه بس اشير للدور المصري. يعني الدور المصري هو زي ما حضرتك اشرت اللي واخد القضيه الفلسطينيه على عاتقه في كل المحافل الدوليه. الجهود الدبلوماسيه اللي مصر بتعملها مهمه جدا، لان احنا دلوقتي في توقيت في حاجه لحشد دولي لوقف الحرب المستمره من اكتوبر اللي فات. بالتالي الجهد الدبلوماسي على المستوى ده مهم جدا. انا اعتقد ان مؤتمر دولي كمان في سياق اطلاق عمليه سلام في فلسطين هيكون مهم. الصين من الدول اللي بتتبنى موقف مطابق للموقف المصري، ينحاز الى الفلسطينيين، ينحاز الى حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وبالمناسبه هي اعترفت بالدوله الفلسطينيه تصور في عام 88 وتقر بحل الدولتين. الدول مبكره جدا بالاعتراف بالفلسطينيين. بالظبط، وبالتالي موقفها مهمه جدا باعتبارها قوه صاعده وقطب يعني صاعد في العالم، لانه احنا يعني لا نعول على مواقف دول كبرى اخرى تنحاز للحرب الاسرائيليه والعدوان على قطاع غزه. وبالتالي مواقف دول زي روسيا، زي الصين، حتى دول امريكا اللاتينيه، كل هذه الحشود الدوليه ربما يعني تدفع باتجاه ايقاف الحرب في قطاع غزه، خصوصا اذا ما وضع بجانبها قرار محكمه العدل الدوليه، تحرك الجنائيه الدوليه. ونتمنى ان يكون هناك تحرك من مجلس الامن باعتباره يعني المنوط بفضل من النزاعات المسلحة. يمكن حضرتك خلال حديثك تطرقت لأهمية مصر بالنسبة للصين والثقل مصر بالنسبة للصين، لكن مهم برضو أن احنا نعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين أهمية هذه الشراكة بالنسبة لمصر. ثقل الصين، مدى ثقل الصين، دولة زي الصين بأنها واحد من أهم الاقتصاديات ومن أقوى الاقتصاديات في العالم، وأصبحت قطب من أقطاب العالم الحقيقة اللي ليها دور فاعل وليها رأي فاعل. عايز أعرف من حضرتك مدى ثقل هذه العلاقة بين مصر والصين. مصر في يعني العقد الأخير بتحاول تنويع شراكتها الاقتصادية بكل الطرق، يعني العلاقات مع الصين ستفتح لمصر هذه الأفاق بشكل كبير. مصر بالمناسبة انضمت لمنظمة بريكس، الصين عضو فيها. هناك حديث عن يعني فتح أفاق لمصر في العالم من خلال منظمة بريكس. كان هناك أيضا حديث عن عملة خاصة بهذه المنظمة. من ناحية أخرى الصين زي ما حضرتك أشرت هي قطب صاعد في جميع الصناعات تقريبا، خاصة ما يتعلق ب يعني التكنولوجيا المعلومات، السيارات الكهربائية وغيرها. بالتالي عفوا التعاون مع مصر في هذا الإطار سيسمح لمصر بأن تدخل في هذا العالم من خلال يعني توطين التكنولوجيا الصينية، يعني تسهيل دخول مدخلات الإنتاج، وده بيخلي في يعني إنتاج في مصر يسمح لها بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل كلفة الاستيراد وبالتالي توفير العملة الأجنبية. بنشكر حضرتك على هذه القراءة التحليلية الوافية الأستاذة ندمين سعيد الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، نورتينا وشرفتينا. شكرا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا التاسعة صباحا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع هالة الحملاوي، تفضلي هالة. شكرا جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات المصرية الصينية وما شهدته من تطور ملحوظ، وذلك في إطار الحرص المتبادل لتحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مع أولويات مبادرة الحزام والطريق. جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها صباح اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي يعقد بالعاصمة الصينية بكين. واسمحوا لي في هذا الصدد أن أشيد على نحو خاص بالعلاقات المصرية الصينية، وأود أن أنوه في هذا الإطار إلى مرور 10 أعوام على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وما شهدته تلك السنوات من تطور ملحوظ في علاقات البلدين. كما أكد الرئيس السيسي على التقدير العربي الكبير للسياسات الصينية تجاه القضية الفلسطينية ودعم بكين المستمر للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحق الفلسطينيين المشروع في إقامة دولتهم المستقلة. إنني أدعو كافة أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة، كما أطالب المجتمع الدولي بالعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة لوضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التهجير القسري
للفلسطينيين من أراضيهم. كما أكد الرئيس السيسي أهمية وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي، مشيرا إلى أن مصر طالبت الحكومة الإثيوبية على مدار أكثر من 10 سنوات بالانخراط بحسن النية الواجب للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل بالدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية. واسمحوا لي هنا بمعاودة التنويه لأهمية وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي في إطار المنتدى العربي الصيني، نظراً لما تحمله هذه المسألة من مخاطر ترقى إلى حد التهديد الوجودي. وأود الإشارة في هذا السياق إلى أننا طلبنا الحكومة الإثيوبية على مدار أكثر من 10 سنوات بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن للأجيال الحاضر والمستقبل بالدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية، أخذا بعين الاعتبار أننا لن نسمح بكل من شأنه العبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا. أكد الرئيس الصيني تشي جين بينغ على دعم بلاده لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وخلال كلمته بافتتاح منتدى التعاون العربي الصيني شدد الرئيس الصيني على أهمية وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى أجل غير مسمى. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلها وسط مدينة رفح الفلسطينية، وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن قوات الاحتلال دخلت وسط المدينة بالتزامن مع قتال عنيف، في حين أوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا إسرائيليا عنيفا استهدف شرق وغرب رفح الفلسطينية مما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين. كما استهدفت قوات الاحتلال منزلا بخان يونس جنوب قطاع غزة ما أسفر عن شهداء ومصابين. أعلنت الأمم المتحدة أن كمية المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة انخفضت بنسبة 67% منذ إغلاق إسرائيل معبر رفح الفلسطيني. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن القصف الإسرائيلي لا يزال مستمرا بشكل مكثف على مدينة رفح الفلسطينية، وأضاف أن أجهزة الصحة والخدمات الأخرى تغلق الواحدة تلو الأخرى، وأن النزوح بسبب الهجمات يؤثر أيضا على توزيع الموارد. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل إسرائيليين اثنين في عملية دهس جرت في نابلس بالضفة الغربية، وزعم جيش الاحتلال أن عملية الدهس نفذت عند حاجز عورتا جنوب شرق نابلس، وأن منفذها هاجم عناصر من الجيش الاحتلال بمركبته وأسقط اثنين منهم ثم عاود الرجوع عليهما عند الحاجز. انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي تعالوا نروح لزميلنا كريم بيبرز ورسالة جديدة من أمام معبر رفح. نصبح عليك يا كريم، صباح الخير. صباح الخير محمد، صباح الخير يا جمانة، وصباح الخير على جميع مشاهدي صباح الخير يا مصر. حابين نعرف تفاصيل منك المشهد النهاردة في معبر رفح من الجانب المصري. الحقيقة أنه من بداية صباح اليوم والسيارات والشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية من مواد غذائية ومستلزمات طبية بتتحرك بالفعل من أمام بوابة معبر رفح المصرية متجهة في اتجاه معبر كرم أبو سالم. الشاحنات اللي بتتحرك على يميني دي الحقيقة بتتحرك على مدار دفعات، المتفق عليه أنه يخش تقريبا 200 شاحنة يوميا من هنا من قدام بوابة معبر رفح المصري تتوجه لمعبر كرم أبو سالم. لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي تقريبا دخل ما يقرب من 150 شاحنة من المتفق عليهم، لكن كمان مفروض زيادة على ال 200 شاحنة بيكون في شاحنات للوقود وتحديدا للغاز والسولار، لكن ما دخلش لحد النهاردة غاز وسولار، لسه ما دخلوش بينما يعني احنا بنتكلم لحد دلوقتي. لكن احنا النهارده اليوم الخامس من ساعة ما الاتفاق كان ما بين مصر والأمم المتحدة انه العربيات دي تتحرك من هنا وتتسلمها الأمم المتحدة ويتم توزيعها على الأشقاء في قطاع غزة وتحديدا في رفح الفلسطينية. خلال الأربع أيام
اللي فاتوا تقريبا ما يقرب من 400-450 شاحنة دخلوا بالفعل الأشقاء في قطاع غزة، والنهاردة زي ما بنتكلم لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي تقريبا 150 شاحنة دخلوا. الحقيقة انه الأونر وكان بتتكلم على انه الشاحنات دي بيبقى فيه صعوبة كبيرة جدا في توزيعها داخل رفح الفلسطينية مع استمرار القصف المستمر في شرق وغرب الحقيقة رفح الفلسطينية. احنا هنا من قدام البوابة بنقدر نبقى سامعين وشايفين الحقيقة القصف المستمر، لكن كمان الأصعب من القصف هي عدم وجود السولار أو الوقود الكافي للمستشفيات عشان تشتغل وتسعف المصابين اللي موجودين الناحية التانية. يعني مستشفى الكويت الحقيقة أنه خرج تماما عن الخدمة، هو من أكبر وأهم المستشفيات الأساسية في رفح الفلسطينية بسبب عدم وجود الوقود وتحديدا السولار، وكمان مع استمرار القصف حوالين المستشفى ده بيمنع دخول المستلزمات الطبية اللي هم محتاجينها الحقيقة لإسعاف الأشقاء الفلسطينيين في رفح الفلسطينية. الحقيقة أنه مش بس المساعدات دي، لكن كمان سيارات الإسعاف بتبقى متوقفة الحقيقة هنا في قدام معبر رفح المصري، لكن يعني الناحية التانية برضو قوات الاحتلال بتمنع خروج المصابين من الأشقاء ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. الحقيقة أنه كمان قوات الاحتلال من ضمن أساليبها لعرقلة دخول المساعدات دي للأشقاء في قطاع غزة أوقات بتمنع دخول السولار والوقود. يعني خلال الأربع أيام اللي فاتوا ما دخلش غير أربع شاحنات بس، أول ثلاث أيام يعني رجعت كل شاحنات الوقود، لكن كمان في بعض الشاحنات بعد ما بتوصل لحد هناك لحد كرم أبو سالم بترجع مرة تانية، وده جزء من أساليب العرقلة لدخول المساعدات أو حتى في بعض الأحيان التلكؤ والتباطؤ في دخول المساعدات دي حتى بعد ما الأمم المتحدة بتتسلمها. قوات الاحتلال جوه غزة نفسها جوه رفح الفلسطينية نفسها بتمنع دخول المساعدات دي أو بتعرقل وصولها للمخازن الخاصة بالأونروا لتوزيعها على الفلسطينيين. لكن من أهم كمان الحاجات المتواجدة في المساعدات دي هي يمكن الدقيق، وده اللي بيخش للمخابز في قطاع غزة. يعني رصدنا سيارات كتيرة جدا وشاحنات كتيرة جدا محملة بالدقيق والسلات الغذائية، لكن كمان رصدنا الحقيقة بعض الشاحنات عليها حاجة مختلفة أو مرة تخش تقريبا الفترة دي، هي جزء من المواسير الخاصة بالبنية التحتية وارد تكون عشان يستخدموها لإيصال المياه نظرا ل يعني تهتك البنية التحتية تماما في رفح الفلسطينية. دي الصورة بشكل عام خلال خمس أيام اللي فاتوا، والآن برجع لكم مرة تانية. أشكرك كريم بيبرز موفد القناة الأولى من أمام معبر رفح. طيب خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع مهم جدا الحقيقة. إعلان الحكومة امبارح بتحريك سعر رغيف الخبز المدعم ل 20 قرش بدل من 5 قروش. ده بيعتبر التحريك الأول من 30 سنة عشان نرشد من الإنفاق على الدعم. كمان امبارح تم طرح فكرة التحول للدعم النقدي وأنه هيتم مناقشة هذا المقترح في الحوار الوطني. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن أهمية التحول إلى الدعم النقدي وما تتحمله الدولة من دعم لرغيف الخبز خلال السنوات الماضية. معنا في الاستوديو ضيفنا الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. صباح الخير على حضرتك. صباح النور، أهلا بكم. حابين في البداية نعرف من حضرتك أهمية التحول إلى الدعم النقدي، إيه الأهمية الاقتصادية لها؟ طب خلينا الأول نقول حجم الدعم في مصر قد إيه، والدولة المصرية بتقول أو بتقوم بدفع مبلغ قد إيه في الدعم من خلال الموازنة العامة المصرية. الموازنة العامة المصرية الحالية اللي هي تنتهي بإذن الله يوم 30 يونيو القادم، حجم الدعم المقدم حوالي 529 مليار جنيه. المتوقع بإذن الله أو في الموازنة الجديدة اللي هتبدأ من 1/7/2024 وهتنتهي في 30 يونيو 2025 حجم الدعم حوالي 636 مليار، يعني زيادة حوالي 100 مليار، يعني تقريبا حوالي 20%. ده حجم دعم، منهم دعم سلعي. دعم سلعي يعني يقصد به الدعم الموجه لمنظومة الخبز، الدعم الموجه للسلع التموينية في حدود 300 أو 320 مليار جنيه. عشان نتحول الدعم في مصر بيقدم حاليا باشكال متنوعه، منها دعم نقدي بيقدم في شكل حمايه مجتمعيه لبرنامج ذات تكافل وكرامه، وده اثبت نجاح كبير جدا. احنا النهارده عندنا عدد اسر مستفيده منه كتير جدا، عندنا مواطنين يتجاوز ال 25 مليون مواطن بيستفيد من منظومه تكافل وكرامه بشكل مباشر. بشكل مباشر بياخد الدعم نقدي وصل لحوالي 41 مليار جنيه، وده شكل ودي منظومة ناجحة 100% وكل الناس أشادوا بيها. وعندنا دعم بيقدم ناحية سلعية سواء كانت في منظومة الخبز سواء كانت في منظومة السلع التموينية. منظومة الخبز يعني مصر بتقدم فيها دعم في حدود 126 مليار جنيه، ومنظومة السلع التموينية في حدود 135 مليار جنيه سنوي.
طيب انا عشان اتحول للدعم النقدي، كثير من الدول يعني تحولت لمنظومه الدعم النقدي، يمكن على رأسهم البرازيل كانت في عمليه التحول الاقتصادي حولت نفسها من تحول عيني او دعم عيني الى دعم نقدي، ونفس الكلام تركيا تحولت من دعم عيني الى دعم نقدي، وبالتالي هي تجربه ناجحه وكثير من الدول تحولت لها بالفعل، لكن لها ضوابط. يعني هي الاشكاليه ان تضع الضوابط المهمه اللي بتعمل ما يطلق عليه كاحنا في لغه الاقتصاد حوكمه هذا الموضوع، ان يكون هذا الموضوع فيه فعلا، احنا في جمله دايما نقولها كده اللي هي ايه، ان يصل الدعم المستحقين. الكلمه دي احنا سمعناها كتير جدا. عشان اوصله فعلا المستحقين لازم يكون عندي قاعده بيانات تامه وكامله بكل المستحقين لعمليه الدعم، ايضا عندي الدعم ده اللي هو النقدي، طب هيتغير بتغير التضخم. يعني ما ينفعش اثبت اقول والله هدي مثلا 1000 جنيه للمواطن، طيب السنه الجايه لو التضخم زاد ال 1000 جنيه هيبقوا 1000 جنيه ولا هيبقوا 1100؟ القيمه الشرائيه بتاعتها هتتغير بالظبط. فاذا انت لازم تحط هيكل او تحط جدول وتقول والله انا همشي مع نسب التضخم، يبقى انا لازم اربطه او اربط الدعم النقدي ده بنسب التضخم الموجوده، اربطه ان يصل لمستحقيه، يبقى انا لازم اعمل تنقيه للمستحقين الفعليين وقاعدة بيانات محدثة بالضبط، قاعدة بيانات محدثة ويتم تحديثها بشكل يعني دولي مباشر ودائم، لأنه أنا لو أنا ما حدثتهاش لمدة أكتر من 6 شهور، طب أنا دخل لي ناس جديدة صحيح. وخرج من هذه المنظومة أو قاعدة بيانات ناس، يعني في واحد كان عاطل وكان بياخد دعم، طب النهاردة بدأ يشتغل، طب في واحد كان بيشتغل طب ويعني توقف عن الشغل وأصبح النهاردة في البيت بيماوي يعني في بيته أو يعني ترك وظيفته، طب والله واحد كان رب الاسره توفى، طب الاسره والمعيله دي هتاخد ولا ما تاخدش؟ دي يعني موضوع كبير جدا. فاذا توافق قاعده البيانات لازم يكون اربطه بالتضخم، ويكون عندي متغيرات محددات لقيمه الدعم الموجه. النقطه الثالثه، انا هدي دعم قد ايه؟ يعني لازم احط الخط اللي اقول من خلاله انه فلان انه عبد المنعم لما ينزل لمستوى الدخل ده لازم اديله دعم. طب المستوى ده هيبقى ايه؟ هل هو المستوى الحالي؟ النهارده الدوله قالت والله ان الحد الادنى للمرتبات 6000 جنيه. طيب هل اللي اقل من 6000 هيستحق دعم؟ ولا اللي اكتر من 6000 و7000 و8000 على اساس انهم شريحه برضه تستحق للدعم؟ فاذا دي محددات، ويمكن دوله رئيس الوزراء لما تحدث عن هذا الموضوع قالوا هنترك ده للحوار الوطني. ويمكن انا الحمد لله احد اعضاء الحوار الوطني، فهيكون هناك حوار، لان الموضوع ليس فقط ان انا اقول قيمه معينه لكل مواطن او لكل اسره، طب الاسره دي هتصرف ازاي؟ طب اسره يعني رب الاسره تارك الاسره ديت وهو منفصل عن زوجته وهو اللي بياخد الدعم، طب الزوجه هتاخد؟ هدي للفرد ولا هدي للاسره؟ هي دي برضه اشكاليه. انا هدي للفرد الواحد، طب لو اسره منفصله زوج منفصل، طب هو خد الدعم، طب الزوجه والاولاد ما خدوش، طب هدي للزوجه، طب الاولاد؟ فاذا هو الموضوع مش على عيانه، لابد من وضع ضوابط ووضع محددات، مراعاة التفاصيل كمان طبعا يعني. تفاصيل كثيره جدا يعني قعدنا نتكلم في نشرح يعني فكره الدعم، لكن هو كفكره طبعا جيده جدا، لانه فكره ان انا اتحول لدعم نقدي ده معناها ببساطه انا بلغي سعرين او يعني لسلعه. يعني هي الاشكاليه في ايه؟ ان انا عبد المنعم ممكن ما اكونش استحق ان انا اخد بنزين بقيمته كذا صحيح. وفي واحد تاني يستحق، فانا باخد فكره ان يصل الدعم للمستحقين بالظبط، اللي هو النهارده انت عندك السفارات اللي هو موجودين في السفارات، الضيوف الموجودين اللي هم غير المصريين موجودين، كل ده بيتحصل على الدعم، كل ده بيتحصل على دعم زيه بيتحصل على الخدمه الصحيه زيه تمام. فاذا في عندك شريحه كبيره داخل المجتمع هي لا تستحق بالفعل ان تتحقق او يعني تحصل على الدعم، والدعم لازم احدده. لو انا هبدا في الاول وانا اعتقد انه فكره ان انا اخلي الدعم كله نقدي، لا انا هخلي الدعم السلعي هو النقدي، سواء كان سلع تموينيه او سلع او منظومه خبز. لكن الدعم الموجود في الكهرباء، الدعم الموجود في السولار والبنزين والمشتقات البتروليه، الخدمات يعني مؤقت لغايه ما يكون عندي القاعده تامه. طيب دكتور، فكره ترشيد الانفاق وايضا تحريك سعر الخبز من 5 قروش ل 20 قرش، خلينا نفهم الساده المشاهدين الاثر الايجابي لده، وعايز اعرف برضو من حضرتك هل ده ليه علاقه بفكره الحد من الفاتوره الاستيراديه للقمح؟ طبعا
لا هو مش لا مش يعني طب نوضحها برضه عشان يبقى الايه. منظومه الخبز بتتحقق او نهضه قيمه رغيف الخبز او تكلفته على الدوله حوالي 125 قرش يعني جنيه وربع تقريبا. طب انا النهارده بيتباع بكام؟ بيتباع بشيلينج اللي هو 5 قروش. الخمس قروش ده معناها انه مصر اولا احنا بننتج سنويا في منظومه الدعم اللي هو الخبز المقدم في منظومه الخبز حوالي 100 مليار رغيف سنويا. ال 100 مليار دول بيتكلفوا حوالي من 125 ل 126 مليار جنيه وده الدوله اللي بتقوم بيه. طب انا الدوله النهارده بتاخد من المواطن كام؟ 5 قروش يعني بتاخد ما يقرب من 5 مليار جنيه وبتقوم بعمليه دعم 120 مليار جنيه. تمام. طب انا النهارده عشان الدوله تستمر في عمليه تقديم الخدمه، تقديم خدمه الدعم، ما هو الاشكاليه في ايه؟ الاشكاليه كده كده الدعم هيبقى موجود او في هذا النطاق، خلينا نتكلم على منظومه الخبز. طب هو الدعم موجود بس انا بدل ما الدوله بتتحمل 120 مليار جنيه النهارده في منظومه الخبز والمواطن بيتحمل 5 مليار، لا انا هخلي الدوله تتحمل 105 فقط والمواطن هيتحمل اللي هم ال 20 مليار جنيه. يبقى انا وفرت او قللت فاتوره الدعم. طب لما اقلل فاتوره الدعم ده معناه ايه؟ المتوقع ان سعر طن القمح في على مستوى العالم هيزيد بحوالي مثلا من 10-15% خلال السنه او السنتين القادمين. النهارده طن القمح بكام؟ بحوالي من 270 ل 277 دولار. احنا مصر بننتج حوالي 10 مليار طن قمح، 10 مليون متاسف طن قمح، وبنستورد 11 مليون طن قمح. فانا استهلاكي كل 21 مليون. طب انا النهارده اللي انا بستورده من الخارج ده فاتورته بدات تزيد، يعني تجاوزت 3 مليار دولار. في ظل ازمه اقتصاديه عالميه وفي ظل ازمه موجوده داخل الدوله المصريه فانا لازم اقلل على الاقل هذه الفاتوره. هقدم الدعم بس بدل ما يبقى نوصل لمرحله ان يكون عندي زحمه على المخابز، يكون عندي اشكاليه، يكون عندي عدم قدره على استدامه الدعم المقدم للمواطن، فالدوله هتبدا تقسم او تقلل الفاتوره الموجهه للدعم في نطاق الخبز. ودي كمان يعني الفكره وراء الدعم النقدي، تحول الدعم النقدي بشكل مباشر عشان زي ما قلنا يصل الى مستحقين. صحيح. سؤالي لحضرتك، التحول هنا الى الدعم النقدي المباشر برايك الى اي مدى ممكن يساهم في ترشيد النفقات على موازنة الدولة الفترة اللي جاية؟ طبعا لما أنا أتحول لمنظومة الدعم النقدي معناها ببساطة أنا كده حصرت الأسر أو المواطنين الذين يستحقون الدعم والمقدمين مقدم لهم خدمة الدعم، ودول حوالي ما يقرب من 60-65% من عدد الشعب المصري اللي هم عدد، أنا بتكلم على اللي بيحصل على بطاقات تموين النهاردة اللي هم ما بين 63-64% من 63 مليون مواطن بيحصل على السلع التموينية ومنظومة الخبز. أنا لما أوصل للناس ديت وأنقيها وأعرف الأعداد الحقيقية اللي بتستحق هذا الدعم أعتقد إن هيوفر فاتورة الدعم. يعني بدل ما النهارده أنا فاتورة الدعم زي ما قلت في الأول حوالي 636 مليار. 636 مليار ده بالمناسبة يمثلوا 23.5 أو 24% من حجم ايرادات الدوله المصريه. يعني ربع حجم ايرادات الدوله رايح للدعم، تقريبا ربع موجه للدعم. طب انا عايز اقلل ده بحيث اولا اخلي فعلا الخدمه مقدمه لصاحب الشأن او اللي هو فعلا لديه او ليس لديه القدره الماليه على يعني توفير احتياجاته الاساسيه، وفي نفس الوقت ابقى انا اوجه هذه المبالغ لاسد بها عجز الموازنه واحسن بها خدمات زي الصحه زي التعليم زي الاستثمارات زي البنيه التحتيه. ما انا عندي نقول ابواب كثيره جدا داخل الموازنه العامه. هي متعلقه بفكره قدره الدوله على استمراريه الدعم. تقديم الخدمه ده مهم. طب يعني احنا مكملين طبعا حديثنا مع حضرتك دكتور عبد المنعم، لكن هنروح نتابع هذا التقرير. وامبارح كان في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اتكلم فيه عن ترشيد منظومه دعم الخبز وقال انه هذا الترشيد بيضمن استدامه تقديم الخدمه والدعم. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. الحكومة على وعي تام بأن ملف الدعم دائماً هو ملف شائك ويلقى عدم قبول، ولكن يجب عليها في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي للدولة أن تعرض الموضوع بمنتهى الشفافية والوضوح. ده اللي أكده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس.
قال رئيس الوزراء إن اجتماع المجلس ناقش مجموعة من الموضوعات المهمة للغاية والمرتبطة بمنظومة الدعم وآليات البدء في تعزيز حوكمة هذه المنظومة بهدف تقليل بعض أو جزء قليل للغاية من الأعباء اللي بتتحملها الدولة بصورة كبيرة في هذا الملف، مع ضمان كيفية وصوله حقيقة لمستحقيه، والأهم في حالة إقرار أي نوع من الزيادات أن تكون بأقل ضرر وأخف وطأة على الفئات محدودة الدخل، وده هو الهدف. كما أكد رئيس الوزراء أن قيمة الدعم لن تظل ثابتة، بل بالعكس سوف تكون هناك معادلات سعرية مرتبطة بالتضخم وزيادة بعض الأسعار عالمياً تمكن الدولة من زيادة مبلغ هذا الدعم بما يضمن استمرار استفادة المواطن من الدعم ولا يتحول مع مرور الوقت إلى رقم قليل. قال أيضاً أن تم وضع موضوع الخبز المدعم في إطار عملية الترشيد، خاصة أنه لم يتم تحريك سعر الخبز المدعم منذ أكثر من 30 عام، وعلى مدار هذه الفترة تضاعف سعر الخبز على الدولة عشرات المرات تقريباً، وبالتالي فإن هذا الأمر حمل الدولة أعباء مالية أصبحت متزايدة بصورة كبيرة جداً، وكان كل هدفنا مجرد تقليص هذا الدعم بصورة قليلة. ووفقاً للحكومة فإن تكلفة رغيف الخبز على الدولة بتبلغ نحو 125 قرش وبيتم بيعه بخمس قروش، وبالتالي فالدولة بتتحمل 120 قرش على كل رغيف، وهو ما يعني إن الدولة تتحمل سنوياً 120 مليار جنيه على اعتبار إنه بيتم إنتاج 100 مليار رغيف في المتوسط سنوياً. لذلك فمن الضروري اتخاذ قرار بتحريك سعر الخبز قليلاً لتقليص الدعم نسبياً، الأمر اللي جعل مجلس الوزراء يتخذ قرار خلال اجتماعه أمس برفع سعر الخبز المدعم ل 20 قرش اعتباراً من بداية الشهر المقبل. ومع ذلك فإن الدولة لا تزال بتدعم كل رغيف خبز ب 105 قرش، وهو ما يعني إن الدولة هتتحمل 105 مليار جنيه سنوياً، وإن كل ما تقوم به الحكومة في هذا الشأن هو الترشيد قليلاً من حجم الدعم الملقى على عاتق الخزانة العامة للدولة من أجل ضمان استدامة تقديم الخدمة والدعم. أيضاً ما سيتم تحقيقه من وفر من دعم رغيف الخبز هيسهم في بناء المزيد من المدارس والمنشآت الصحية وإتمام العديد من المشروعات الخدمية والتنموية. كان لحضراتكم مرة تانية، وما زال حديثنا مستمر مع دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. دكتور، مرة أخرى وبالعودة لنقطة استمرارية الدعم، لأي مدى هذا القرار هيساعد الدولة أنها تستمر في تقديم الدعم؟ توفير النفقات في الدولة المصرية، خاصة أن أنا عندي عجز في الموازنة، هستطيع أن أنا أقدر أقدم الخدمة باستمرار. بمعنى إيه؟ بمعنى النهاردة إحنا دولة مستوردة، وخاصة مصر تعتبر من أكبر دول العالم استوردا للقمح على مستوى العالم ككل، بنستورد في السنة 11 مليون طن سنويا من القمح. الأسعار النهاردة بدأت تزيد خلال الأربع أشهر الماضية بشكل يمكن أكتر من 4%، ومتوقع أنها تزيد خلال العام القادم اللي هو عام 2025. فعشان أقدر أقدم الخدمة ديت وأن أنا فعلا أحافظ أن يكون هناك دعم لمنظومة الخبز، لازم على الأقل أقلل الفاتورة. يمكن الفاتورة الموجودة بعد التخفيض في الموازنة العامة الجديدة احنا بنتكلم في 105 أو 108 مليار جنيه، ده بعد ما هيكون سعره زاد من 5 قروش إلى 20 قرش. فالزيادة ديت هي تقليل، أو يعني أنه بخفض فاتورة الدعم، لكن مش معناها أن بلغ الدعم. احنا بنتكلم فاتورة الدعم دي مهمة جدا أننا نوضحها. وكمان فكرة اللي احنا شفناها امبارح في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، فكرة المكشفة والمصارحة كمان مع الشارع والمواطن، وأنه يفهم الدنيا ماشية ازاي الفترة اللي جاية. سؤالي لحضرتك، يعني ما يحدث من ترشيد في منظومة الدعم فيما يتعلق بالخبز، ده ممكن يخليني أو يخلي الحكومة تتحرك على محاور أخرى أو يعني خدمات أخرى بتقدم؟ يعني أنا بستغل اللي بوفره في منظومة الخبز في دعم أنشطة أخرى وسلع أخرى بتقدم للمواطن؟ طبعا، زي ما قلت حضرتك، احنا عندنا منظومة الدعم في مصر ليس فقط على السلع التموينية ولا منظومة الخبز، احنا في دعم مقدم على البنزين ومشتقات البترول، اللي هي الكهرباء كمان، الكهرباء بيقدم ليها دعم. عندك النهارده برضو انت عايز ايضا في فاتوره دعم الكهرباء تزودها، لانه النهارده الشريك الاجنبي اللي هو بيقوم معاك بعمليه الغاز او عمليه الكشف على الغاز ليه مستحقات ماليه، فلازم تديها له. فكل ده طبعا لما هوفر في جانب اكيد هاخد المبالغ ديت واحطها في مبالغ تانية او في قيمه تانية او في بند من احد البنود التانية الخاصه بالدعم. عندنا ايضا الدعم مستمر،
طبعا احنا بنتكلم برضه عندنا دعم اللي هو العلاج على نفقة الدولة، دعم الإسكان، كل ده دعم مقدم. يعني احنا الدعم ليس فقط حصره على بند اللي هو السلع التموينية ولا على المنظومة الخبز، لكن على أكثر من بند، لكن هو بنحاول يقلل قيمة الإنفاق في الدعم ويحاول ياخد المبالغ الزياده ديت ويحطها في بنود تانية عشان يضمن الخدمه. زي ما النهارده الكهرباء النهارده يمكن الشرط او القطاع اللي بيتم فيها نتيجه برضه الخدمه مش قادره اوصلها لان المفروض يزود فاتوره الكهرباء، فهو عشان ما نوصلش لمرحله ان الدعم في منظومه الخبز يتوقف او يقل او ينخفض او يكون عندي اشكاليه فيه، فلازم على الاقل ابقى انا يعني قللت حجم الدعم او حجم فاتوره الدعم الموجهه للبلد. ممكن ده يا دكتور يعني ايضا هو في ضوء فكره استراتيجيه الدوله المصريه وهي حسن استغلال المتاح من الموارد. بالظبط، هي في الاخر موارد محدده. انا عندي 2.6 تريليون جنيه ايرادات للدوله المصريه اللي هم 2600 مليار، عندي نفقات 3.8 تريليون 3800 مليار، وده معلن في الموازنه العامه المصريه. فانت الفرق ده فانت بتحاول ايه؟ بتجيب من البند ده وتحط في البند ده وتحاول تنمي وتزود ايراداتك على قدر المستطاع. طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه، بنشكرك يا فندم على كل هذه الايضاحات. شكرا لحضرتك، نورتنا وشرفتنا. لسه مستمرين مع حضراتكم، نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. مدينة شلاتين بتشهد افتتاح أول معرض للكتاب بتستضيفه المدينة تحديداً في قصر ثقافة شلاتين. المعرض بيضم إصدارات كتيرة من قصور الثقافة وهيئة الكتاب ودار الكتب وكمان دار المعرف. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن المعرض من الأستاذ عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي. صباح الخير على حضرتك يا فندم وأهلا بيك معنا في صباح الخير. صباح النور يا فندم، صباح النور عليكم وعلى السادة المشاهدين، أهلا بيكم. أهلا بحضرتك. في البداية لو تعرفنا عن المعرض وعن تفاصيل أكثر عنه، إصداراته، أهمية وجوده كمان في شلاتين. تمام، هو المعرض زي ما هو واضح كده من اسمه معرض شلاتين الأول. ده معرض بيقام لأول مرة في منطقة الشلاتين، بيقام تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر. بيتنفذ من خلال الهيئة العامة لأصول الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو بسيوني. المعرض السنة دي هو معمول بهدف التأكيد على إيصال الخدمة الثقافية وتأكيد العدالة الثقافية اللي موجودة في البلاد من خلال توجيهات الدولة ووزارة الثقافة. حضر فعاليات الافتتاح معنا العميد محمد البنا رئيس مجلس مدينة شلاتين وعدد من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة لمشايخ القبائل اللي موجودين بمنطقة شلاتين وحضور جماهيري من أهالي المنطقة. المعرض بينظم من خلال التأكيد على مبدأ التعاون بين قطاعات وزارة الثقافة، فنلاقي مع الهيئة العامة لأصول الثقافة المنفذة للمعرض مشاركة للهيئة العامة للكتاب ودار الكتب والوثائق المصرية بجانب مشاركة دار المعارف، وهيستمر إن شاء الله معنا لحد يوم 4 يونيو، والباب بتاع المعرض مفتوح يوميا لحد الساعة 5 لحد الساعة 10 مساء. حضرتك أستاذ عماد اتكلمت عن مبدأ مهم جدا، مبدأ العدالة الثقافية، وإن الكتاب لازم يصل إلى كل مواطن مصري في كل مكان. احنا لسه شايفين مع حضرتك دلوقتي الصور على الهواء في شلاتين، مدى الاقبال بقى، استقبال اهلنا، الاطفال، المراه، كل الشرائح العمريه اللي موجوده في شلاتين لهذا المعرض، وازاي تفاعلوا معاه؟ زي ما حضرتك واضح في الصور كده كان في حضور جماهيري من مختلف الاعمار. الكتب والإصدارات اللي بتقدمها قطاعات وزارة الثقافة بالإضافة لدار الكتب والوثائق متنوعة في مختلف المجالات وبتخاطب كافة الفئات بدءا من الطفل حتى المشايخ الكبار يعني. وهنلاقي الكتب دي بتتنوع ما بين الأدب والتاريخ والفن، كتب إصدارات كتاب مهمين جدا زي طه حسين، واصدارات متنوعه ومختلفه. الهيئه العامه لاصول الثقافه وقطاعات وزاره الثقافه بتشجع الاهالي من مختلف اعمارهم في التواصل مع المعرض بالاضافه لشغفهم من خلال اهداءات كمان غير مباعه لعدد كبير من النسخ الخاصه بالاصدارات بتاعتهم.
بالنسبة للإقبال من الجماهير، إحنا الجماهير قابلتنا بفرحة بصراحة يعني. الموضوع برضو ما هوش متكرر عندهم بشكل حتى سنوي، ولأول مرة بيشوفوا مجموعة الإصدارات المختلفة ديت والكم الكبير من عدد الكتب اللي موجودة ديت، وكان في إقبال بالشراء يعني، في ناس كمان دخلت من أول دقيقة بدأت تشتري لأولادها وليها وتسأل على أسماء كتب معينة، وكان موجود منها معظمها الحمد لله من إصدارات القطاعات المختلفة، وبيلبي رغبات الفئات المختلفة منهم هناك. طب يا فندم، بالنسبة للفعاليات اللي بتقام على هامش المعرض، هل في فعاليات بالفعل موجودة؟ وهل في خطة كمان لاستدامة هذا المعرض؟ وبالنسبة كمان للإصدارات المشاركين بها من خلال الوزارة يا فندم في المعرض؟ طب هو في جزء اهتم تخصيصه في المعرض لإقامة معرض نتاج الحرف اليدوية اللي بتقدم منتجات منطقة الشلاتين الخاصة بالجلود والخرز، وبتأكد على تراثهم في المنطقة. حتة الاستدامة هو تم الاتفاق بين معالي الوزيرة وقطاعات الوزارة، وإن شاء الله يبقى في أكتر من قطاع تاني في خلال الأعوام القادمة إن شاء الله. المعرض هيقام بشكل سنوي وتم إدراجه على خطة وزارة الثقافة وقطاعات وزارة المختلفة. ده خبر هايل جدا انه معرض شلاتين الكتاب هيكون ان شاء الله معرض مستدام، ناخده منك يعني بشكل سنوي ان شاء الله خدمه لاهلنا في شلاتين. فيما يتعلق بالبرنامج الثقافي يعني، الى جانب طبعا الكتب اللي احنا شايفينها والاصدارات المتنوعه، هل في برنامج ثقافي؟ هل في حضور لكتاب مثقفين فنانين من محافظات تانية كمان الى شلاتين، عشان يعني اهلنا يشعروا انه يعني كل المثقفين او المبدعين ممكن يكونوا حاضرين في النقطه البعيده قوي اللي هي شلاتين؟ طب هي شلاتين ما اصبحتش نقطه بعيده قوي بالنسبه لنا كوزاره الثقافه، لان احنا من فتره كبيره من خلال الهيئه العامه لاصول الثقافه بناكد على التواجد الثقافي دايما في منطقه الجنوب هناك، مش في شلاتين بس، ولكن في شلاتين وحلايب وابو رماد وابرق، المناطق ديت بنقدم فيها خدمات ثقافية متنوعة، وبنحاول ان احنا نعمل نقلة ثقافية من خلال تعريف اهالي المنطقة للثقافات المختلفة للاقاليم الثقافية في مصر. فالوزارة منظمة من خلال الهيئة عدد من الاسابيع الثقافية بتقام على مدار الشهر مدار السنة بواقع ثلاث اسابيع ثقافية بنطلق عليها ملتقى، بناخد فيها الفئات المختلفة من أطفال وشباب والمرأة في المناطق الحدودية ديت سواء في أسوان أو في البحر الأحمر، وبنعمل ليهم ملتقيات مع الفئات المقابلة ليهم من مختلف الجمهورية. فعندنا ملتقى أهل مصر للأطفال، وملتقى أهل مصر للشباب، وملتقى أهل مصر للمرأة، دول بنحاول نعرفهم بيها ثقافات المحافظات المختلفة اللي ممكن يندمجوا معاهم، بندمجهم مع فئاتهم المقابلة سواء أطفال أو شباب أو مرأة، بنعلمهم بعض الحرف اليدوية الأخرى غير الحرف اللي موجودة في المنطقة اللي بتأكد على تراثهم، بنعرفهم مزارات السياحية في البلد، تاريخ الدولة المصرية حتى الآن، وبنأكد من خلال بعض الزيارات دي على أهم المشاريع اللي الدولة بتنفذها دلوقتي، ونعرفهم المسار الاقتصادي بتاع الدولة بيبقى ماشي ازاي، التطور الاجتماعي الحاصل في الدولة ايه، جه جهود الدولة اللي بتبذل في سبيل الإصلاح للدولة المصرية. طيب يا فندم، بالنسبة للفعاليات الأخرى كمان اللي تشهدها مناطق جنوب الصعيد قريبا، احنا بصدد تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافيه والفنيه في منطقه الجنوب او في محافظات الجنوب بوجه عام كاقليم. بننفذ دلوقتي عندنا التصفيات بتاعه مهرجان المسرح في الاقليم، مشارك ب 11 عرض من خلال المهرجان دوت اللي هيتم في القاهره التصفيه بتاعته ان شاء الله. بنقدم عدد من الفقرات الفنيه المتنوعه من خلال فرق الاقليم المختلفه سواء فنون شعبيه او الات او موسيقى او كورالات اطفال. بنقدم عدد من الفعاليات الثقافيه منها مناقشات كتب تم إصدارها من مختلف الجهات في الوزارة أو كتب خاصة بتؤكد على أعلام الأدب
والثقافه. بننفذ كمان عدد من الندوات بالمشاركه مع قطاعات وزاره الثقافه في محافظات الاقليم. ان شاء الله معمول دلوقتي جميل. برنامج لمنطقه الجنوب، خاصه ان احنا زي ما الاستاذ الفاضل تكرم علينا كده هنحاول نزود الجرعه الثقافيه جميل. للمنطقه ديت اكتر من الفترات السابقه باذن الله. لا ده احنا نجي لكم بقى صباح الخير يا مصر كده نعيش الاجواء دي ونصورها معاكم. اخيرا عايز اسال حضرتك، معرض شلاتين الاول الكتاب ازاي ممكن يكون فرصه لاكتشاف مواهب جديدة في هذا الإقليم في الشلاتين تحديدا، أصوات في الكتابة في الغنى في الشعر في الموسيقى، يعني هل في برنامج أو فكرة اكتشاف مواهب إبداعية جديدة في شلاتين؟ هو بصرف النظر عن المعرض، الهيئة عندها إدارة المواهب اللي بتعمل دوت طول السنة في مختلف المحافظات، وطبعا بما أن منطقة الجنوب تابعة لمحافظة البحر الأحمر وهي نقطة مهمة بالنسبة لنا، فإحنا بنعمل دوت هناك. يمكن خلال بعد الافتتاح في جلستنا مع نائب رئيس مجلس المدينه ورئيس مجلس المدينه وشيوخ القبائل اتكلمنا في امكانيه ان احنا نعمل مسابقه فنيه لاكتشاف بعض المواهب في مجال التمثيل والموسيقى، نقدر نعمل منهم كورال اطفال او ممكن نعمل بهم فرقه مسرحيه تشارك بتراث المنطقه ديت في قلب المهرجانات اللي احنا بنعملها، والاقتراح لقى قبول منهم جدا، وان شاء الله في خلال الفتره اللي جايه ديت مش في فتره كبيره يعني في خلال شهر او شهرين هنكون اكتشفنا عدد من المواهب، وخاصه ان الاولاد دول في الملتقيات اللي بتتعمل بالنسبه ليهم بيبقى في ورش شغاله على الموضوع دوت، وبيتم اختيار منهم عدد وبيصعد منهم اوائل اكتشاف المواهب وبيشاركوا في مسابقات برضه. يعني كل التقدير والشكر للجهود دي. بنشكرك استاذ عماد فتحي رئيس اقليم جنوب الصعيد الثقافي، وصباح الخير على حضرتك. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات. ان شاء الله صباح الخير يا مصر هيكون معاكم بكره بنفس الميعاد من 7 ل 10 صباحا. صباح الخير والسعاده عليكم جميعا. صباح الخير يا مصر.